صباح الأحد 14 أبريل، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج صباح النور مباشرة من استوديوهات تلفزيون العربي 2 في لوسيل. وصباح الخير ميلاد. صباح النور عهد، صباح النور مشاهدينا، نعود إليكم ببث مباشر لساعتين يوميا بعد شهر رمضان المبارك. وفي حلقة اليوم من صباح النور نصائح هامة لتحضير البشرة لفصل الصيف، وأيضا العودة إلى النظام الغذائي الصحي بعد شهر الصيام. واقتصاديا، أفاق الاقتصاد العالمي في ظل التطور التكنولوجي المتسارع. نتابع أيضا اليوم العلاقة المتوترة بين المدير والموظف، هذا موضوع مهم، كيف تتعامل مع مدير لا يحبك؟ طرحنا السؤال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ممكن تعطونا إجابتكم. وفي الرياضة، تمارين تساعد على خسارة الوزن بعد شهر رمضان المبارك. لحظات ونبدأ. نرحب بكم مشاهدينا مرة جديدة في صباح النور. وفي بداية الحلقة مشاهدينا نذكر برقم الواتساب الذي يمكنكم من خلاله التفاعل معنا وإبداء آرائكم طبعا في مواضيعنا لليوم أو أي مقترحات جديدة. طبعا نرحب دائما بكل التفاعل. اشتقنا ميلاد لصباح صحيح. النور بداية، اشتقنا لصباح النور ولكل فقرات برنامجنا الصباحي، ومن بين مطبخ صباح النور. واليوم الشيف طارق ينضم إلينا في مطبخ صباح النور لتحضير أطباق جديدة. ما هي أطباق اليوم شيف؟ وصباح الخير. يا صباح النور ميلاد. صباح الخير شيف، أخباركم إيه؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، رجعنا خلصت صباح النور والأكلات الجميلة إن شاء الله. شايفين النهاردة فرشة سي فود كده جميلة، هنعمل النهاردة إن شاء الله أكياس سي فود، كان ترند طلع قبل كده، بس النهارده بقى نعمل ايه، لمسات كمان من عندي زياده ان شاء الله. حلو، رح نفتتح صباح النور بالسي فود. بالظبط ان شاء الله. يلا، بانتظار كل هذه الفقرات لنا عوده لك بفقرتين خلال حلقه اليوم يا شيف طارق. سننتقل الان الى احوال الطقس في العواصم العربيه في هذه الجوله ونعود. ومن الأحوال الجوية إلى أحوال مواقع التواصل الاجتماعي يا عهد، وبالأمس لم تكن مشاهدين ليلة هادئة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما كانت أيضا سماء المنطقة العربية بعد الهجوم الإيراني بالمسيرات والصواريخ على إسرائيل. إذن مشاهدينا، يعني بالأمس يا عهد أكيد الناس ما نامت، وتابعنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات وتغريدات كثيرة عن الهجوم يعني الواسع اللي قامت فيه إيران بالطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل. هون بدي ألفت انتباهكم على أنه عبر تلفزيون العربي متابعة 24 على 24 لكل هذه الأحداث، فيكن تتابعوا كل هذه الأخبار عبر تلفزيون العربي. بالجولة يعني هيك سنعرض بعض المشاهد يلي تداولها الناس عن هذه المسيرات والصواريخ، وهنا تفعيل القبة الحديدية في عدة مواقع بإسرائيل إثر إطلاق صواريخ ومسيرات من إيران، كما نرى في هذه المشاهد هنا يا عهد. على كل حال، هذه المشاهد تم تناقلها بشكل واسع وكبير من كافة رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالأمس، وأيضا هذه مشاهد أخرى لما جرى بالأمس، لحظة وصول صواريخ ومسيرات إيرانية إلى سماء المسجد الأقصى في القدس،
كما نرى، ودائما هذه المشاهد المتداولة أخذناها من التلفزيون العربي كما نرى هنا فيه يعني هذه المشاهد. يعني امبارحة أظن أنه بعد منتصف الليل كان مواقع التواصل الاجتماعي عهد بشكل فائق جدا، هو الموضوع الوحيد يلي عم بيتم تداول. ويعني الحصيلة، حصيلة هذا الهجوم كانت حصيلة الهجوم الإيراني، نقلا عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تم إطلاق 170 مسيرة، 30 صاروخ كروز و120 صاروخ باليستيا، هذا نقلا عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي. وكالعادة مشاهدينا انقسمت التغريدات بين من شعر باقتراب حرب إقليمية وربما عالمية، حتى أنه عبارة الحرب العالمية الثالثة استخدمت كثيرا يا عهد بالأمس، وبين من نشر فيديوهات لمرور المسيرات في دول المنطقة، وبين من اعتبر هذه الضربة ضربة تأديبية لإسرائيل، والبعض الآخر أيضا عبر المواقع سأل هل يعود الوضع إلى الهدوء بفضل المسيرات الدبلوماسية هذه المرة يلي أيضا نشطت بالساعات الأخيرة من ليل أمس. ومن أعاد عبارة زياد الرحباني الشهيرة بالنسبة لبكرة شو، أي لليوم كيف سنستفيق. وبقي التوتر على مواقع التواصل مشاهدينا حتى أعلنت إيران انتهاء الرد وتهديد إسرائيل مجددا إذا ما استمرت بتماديها. على الأغلب يعهد ما حدا غمض له جفن بالأمس، وانتظرنا ساعات الفجر لنعرف كيف ستستفيق المنطقة بعد هذا الهجوم الإيراني يلي وصف يعني بأنه ضربة غير اعتيادية. صحيح. وسيترك أثر على كيف ستجري الأمور بالساعات والأيام المقبلة. بالفعل ميلاد، كانت يعني ليلة عصيبة وصعبة أيضا على سكان المناطق المجاورة، أو خلينا نقول المناطق والبلدات الأكثر عرضة للخطر في هكذا مواقف. فالكل كان مستفيق، كان ينتظر ما الذي سيحصل، خاصة موضوع أيضا ميلاد تسكير المطارات و توقف حركة الملاحة الجوية في عدة مطارات في مدن عربية، أثار الذعر والرعب بين المواطنين، خاصة الأشخاص يلي عندهم سفر، يلي سافر ومش عارفين يرجعوا، يعني ينتظروا اللحظات والدقائق أنه شو بده يصير. على العموم يعني ما حصل بالأمس لم يكن سهل جدا، ولا أحد يعرف السيناريو القادم في الأيام القليلة. سننتظر، ولكن نتمنى دائما أن تكون الأمور يعني أهدى ولا يكون هناك تصعيد ويمر بحالة صعبة على الجميع. صح. على كل حال التحليلات كانت كثيرة بالأمس يا عهد، لكن مهما جرى بالأمس أكيد سيكون له ردود فعل مختلفة عما يجري في المنطقة وخاصة بفلسطين. على كل حال أخبار فلسطين أيضا مشاهدينا كانت حاضرة طوال الوقت على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة التضامن العالمي مع القضية الفلسطينية. وهنا كما نرى في هذه المشاهد مظاهرة في مدينة ميلانو بإيطاليا تضامنا مع غزة، وهذا بفرجينا أنه عهد مازال التضامن العالمي عم بيكون بأكثر من مدينة عالمية. إذن هذه المشاهد هي لمظاهرة بمدينة ميلانو الإيطالية تضامنا مع غزة. وأيضا سأنقل لكم مشاهد أخرى أيضا تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الألاف يتظاهرون في برلين دعما لقطاع غزة وتنديدا بقرار السلطات الألمانية إلغاء مؤتمر حول فلسطين. يعني بعد ما تم إلغاء هذا المؤتمر حول فلسطين، وطبعا كلنا بنعرف يعني انحياز ألمانيا لإسرائيل بالطبع، الألاف تظاهروا في برلين دعما لقطاع غزة وللقضية الفلسطينية. على كل حال مشاهدينا، إذن تتابعون كل التطورات وما يحدث في منطقتنا لحظة بلحظة عبر التلفزيون العربي، إن كان على الشاشة أو أيضا عبر منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. وشاهدنا أيضا بالأمس يعني عبر كل مواقع التواصل يعني العربي كان ببث مباشر عبر إنستغرام وعبر فيسبوك وعبر أيضا عبر تويتر، وشاهدنا الألاف من المتابعين يتفاعلون مع ما ينقله التلفزيون العربي حول هذه القضية.
يعني ميلاد الحرب لم تنتهي، العدوان لم ينتهي على غزة، لذلك هذه المظاهرات والحديث والتنديدات أيضا لا يجب أن تتوقف، ولن نتوقف بالحديث عن ما يجري. الناس ما زالت تعاني في غزة على كل الأصعدة، على جميع صحيح. الأصعدة، وخاصة موضوع الغذاء والأكل، ويعني ما يمرون فيه ما زال صعب، صحيح. لذلك هذه المظاهرات لا يجب أن تتوقف. صحيح 100%. هذه كانت أخبار مواقع التواصل، أما الآن مشاهدينا فإلى مخترات وعناوين من الصحف العربية نتابعها في فقرة مانشيت. مشاهدينا، تقريرنا التالي من المغرب، حيث افتتح متحف كرة القدم المغربية، والذي يؤرخ لحظات تاريخية عاشتها الكرة المغربية منذ عام 1906، إلى جانب عرضه لتحف ومقتنيات نادرة مرتبطة بهذه الرياضة الأكثر شعبية. نتابع. يأس مع الجامعة الملكية ومع المؤسسة الوطنية للمتاحف النواة ديال المتحف، كل ما يتعلق بكتابة النصوص، جمع الصور، جمع التحف المعروضة والتحف اللي مازال ما معروضاش واللي غتعرض فيما بعد إن شاء الله. بالنسبة للمعروضات، الحمد لله العملية ديال جمع التحف تمكننا أنه نفوتوا 1000 تحفة اللي عندنا دابا في ما نسميها لاباس دو دوني ديال المتحف. العمل لم يكن سهلا بحكم انه كان يتوجب جمع عده مقتنيات، هذا من جهه، من مختم الانديه ومن الجامعه ومن كل ما له علاقه بكره القدم الوطنيه، وايضا كان هناك رهان آخر، وهو تجميع وتوثيق التاريخ، لأنه لا يمكن أن تضع متحفا فقط على مستوى بصور وبكؤوس، بل يتوجب أن يكون هناك توثيق للتاريخ. انطلقت هذه اللجنة العلمية في هذا العمل، كان العمل مضنيا بحكم أنه عدة أندية لا ترغب في التنازل عن ممتلكاتها، وأندية أخرى لا تتوفر على أي شيء بحكم أنه أغلب الرؤساء يحتفظون بتلك الألقاب وتلك المقتنيات بعد رحيلهم عن إدارة الفريق. يعني للكرة المغربية تاريخ عريق، أقل ما يمكن القيام به هذا المتحف، يعني الناس تعرف ما هي الإنجازات للكرة المغربية اللي وصلت للعالمية، لاعبوها أيضا يعني قاموا بالعديد من الإنجازات في الدوريات الأوروبية، ولا ننسى الإنجاز الأكبر والأحدث يمكن للمغرب ومنتخب المغرب في كأس العالم، وصوله إلى رابع منتخب في النهائيات. صحيح. بالفعل الكرة المغربية يجب أن تؤرخ، خلينا نقول، وهناك الكثير من الأسماء
حاليا والأسماء في التاريخ التي لعبت أيضا وكان لها اسم وتاريخ وبصمة. صح، على كل حال يمكن هيدا المتحف بيذكر أنه النجاح ما بيحدث فجأة. صح، النجاح هو تراكم خبرات وتراكم ناس بتعطي من قلبها وبتتعب على كافة الميادين. هل هالتأريخ كما ذكرتي بيعطي الحق لهذه الكرة المغربية يلي بيضت الوجه مثل ما بنقول؟ ما ننسى أنها هي من أهم يمكن المنتخبات في القارة الأفريقية ودائما بينحسب لحساب من صحيح صحيح. على العموم مشاهدينا سنتوقف الآن مع فاصل ونعود مع نصائح هامة لتحضير البشرة لفصل الصيف، ابقوا معنا. نتابع صباح النور، نجدد الترحيب بكم مشاهدينا خاصة اللي انضموا لنا هلا، وشوية نشاط وحيوية بالبرنامج مع تمارين تساعد على خسارة الوزن بعد شهر رمضان المبارك. نعم، والعيد. والعيد. يعني وحلويات نعم. العيد. هي. طيب مثل ما بنقول هلا خلص كل شيء، رجعنا لقواعدنا بس مش سالمين، نصحانين. في ناس بيضعفوا لا؟ إذا في ناس بيضعفوا، إذا اهتموا. إذا اهتموا. وإذا ما اهتموا لازم يعملوا رياضة. وفي ناس بيضعفوا برمضان بيرجعون بالعيد. كمان. كمان. هاي. طيب للناس اللي زادت وزن، شو هي التمارين اللي ممكن تساعدها يا فرح؟ نعم، اليوم رح نعطيهم تمارين رياضية، هي تعتمد أكثر شيء بنحاول نعمل كارديو أكثر بهذه الفترة كرمال نزيد نشاطنا ونزيد الخطوات اللي نحن بنعملها. بالأول نرفع ضربات القلب. نعم. وذات الوقت نحاول نعرق شوي كده، لأنه أوقات بتكون ميلاد مش ضروري تكون زيادة دهون. إذا كنا زدنا سعراتنا بخلال هذه الفترة وخاصة إذا كانت من النشويات اللي هي كارب وكمان سكريات كتير حلويات كتير بيزيد عنا نسبة المي بالجسم، بيخزن جسمنا مي على لايق ممكن يخزن 3 كيلو على فكرة. فبهذه الفترة ممكن تفكر أنت زدت على الميزان يعني وزن، ولكن إذا أنت رجعت عملت رياضة ورجعت بس نظامك الغذائي كل شيء بيرجع، بدك تنطر على الأقل أسبوع لحتى تشوف الوزن إذا عن جد زاد أو لا. يلا تفضل. شكرا ميلاد. يسعد صباحكم مشاهدينا، ستكونوا جاهزين لتمارين اليوم، وخليني ابتدي بنصيحة اليوم. إذا كنتوا طلعتوا على الميزان وتفاجأتوا إنه وزنكم زايد، هذا ما بيعني مش ضرورة بالضرورة يكون زايد دهون، ممكن يكون إنكم تكونوا زايدين مي، لأنه لما بنزيد بناكل كثير نشويات وحلويات خاصة إذا كنا أكلنا كثير خلال فترة الأعياد، فبهذا الشيء ممكن يزيد عنا نسبة المي بالجسم. فبدنا ننطر ناخذ وقتنا شوي، ما نعمل ستريس، ما نتوتر وما نبلش ناكل سلطة كل يوم، لازم نرجع بس لنشاطنا العادي، نرجع لروتين حياتنا نشاطنا العادي ونرجع لنظام أكلنا الغذاء اللي كنا عم ناكله قبل، وننطر لا يقل عن أسبوع كرمال نعرف إذا كان زيادة دهون أو كانت زيادة مي بجسمنا. وأكيد كل شيء له حل، بنرجع بالتدرج لنظامنا الغذائي وبنرجع نخفف أكل، خاصة بنشيل الحلويات اللي كانت زيادة بهذه الفترة، فبنرجع بننزل وزن بسهولة بدون توتر. فخلينا نبتدي بتمارين اليوم، رح نبلش بتمارين أحماء. خذوا معي نفس، رح تكون كلها بوزن الجسم، ما رح نستخدم أي أدوات، رح تكون كلها تعتمد على الكارديو. ناخذ نفس، نحمي شوي، ما بدنا كتير تحمي لأنه التمارين تعتبر كمان هي من ضمن التحمي وما فيها أوزان حتى نحضر لها كتير. على فكرة عطوني برمي بإيدين بهذا الشكل، نحن عم نحرك إجرين، نحاولوا ما توقفوا الإجرين لأنه بدنا نرفع درجة حرارة الجسم بشكل سريع. أوكي، ونحضر عضلة القلب لحتى تضخ دم أكثر وأكسجين. أوكي، عطوني مارش، رفعوا ركبي لفوق، حركوا إيديكم، خذوا نفس، نتعود شوي نرفع وتيرة التمرين. اوكي، بعدين فوق على الأصابع شوي شوي نطلع، بنشد الجسم على فوق، بنشد الركب قد ما فينا، جسم جالس، بحاول كمان اني ابرم من تحت الكاحل يمين وشمال على مهل تنحضروا لقدام. هلا شوي شوي بنزل سكوات ورجع بوقف، ياخذ نفس، سكوات من هالدي، ابتدوا بنص سكوات، ما كتير تنزلوا كتير تحت بالاول بس تحضروا المفاصل، نعمل بس نتفي لانه هلا عنا كتير سكوات مع بعض، رح ننزل ونطلع. كمان اعطوني برمي كاملي بمفصل الحوض والركبي، نبدل. اوكي، فينا نعمل شوي كأنه عم ننط حبل، أو فينا ننط حبل إذا كان عنا حبل بالبيت قبل ما نبلش هيدي التمارين، لأنه أكيد لازم تحفظ هيدي التمارين لأنه حأعملها معكم أنا مرة، بل أنتم لازم تعيدوها. فرح نبتدي بأول مجموعة من التمارين،
رح نشغل فيها اللي هي كتير كارديو، فيها تقريبا ركض، فيها 80 عضلات البطن او الكور، كمان فيها 80 جزء سفلي وعضلات الظهر. رح نبتدي، رح ناخذ بدنا مسافه قصيره، رح نروح شفل ننزل نلمس ونروح تاني ميل بهذا الشكل. رح نعمل كل تمرين 20 مره، 4 5، خليكم تحت شايفين ما بدكم كثير مساحه كبيره، 6 7، ولما بتنزلوا هون تلمسوا الارض انزلوا سكوات، 9 10، اعطوني 10 بعد، 2 مع بعض، 3 4، رح تلاحظوا ممكن اذا كنتم واقفين تمرين 5 رح تتعبوا بسرعه، ترتفع ضربات القلب عادي، 8 9 10، اذا ثبتوا خذوا نفس، طهروا النفس، على مهل هدفنا انه نحاول نزيد ضربات القلب، نرفع درجه حراره الجسم ونعرق كثير. هيدي فتح، ننزل سكوات ونطلع، اوكي مع بعض، كمان 20 3 4، فلازم ضروري التمرين تكونوا نفسكم مقطوع خلال هيدا التمرين، 6 7، خليكم على الكعب والظهر جالس، 8 9، اعطوني 10 بعد، 1 2، لما نشتغل كارديو بوزن الجسم، 3 4، غير الركض برا، 5 لازم تكون الأعداد عالية، 6 15 أو 20، تكرار لك التمرين، 9 10. هلا هنشتغل عضلات الكور وعضلات البطن. شو رح نعمل؟ رح ننزل بلانك بس على ايدينا، رح نمشي بهيدي الوضعية، شد عضلات البطن وتنفس، 1 2 3 4 5 6، وهيدي الحركة حتريحنا شوي، 7 8 9، ونكون بنفس الوقت عم نقوي عضلات البطن، أهم شيء تشدوا البطن عشان ما يوجعكم ظهركم. هلا بدنا ننزل لتحت، حطوا إيديكم هون، رح نرفع الإجرين مع الصدر لفوق والإيدين ونطلع، عم نشغل هون عضلات الظهر شوي شوي بدون نتع، على مهل 5، خذوا وقتكم، 6، بنكون عم نقوي عضلات الظهر، 7 8 9، اعطوني بعد وحده، فيكم تثبتوا شوي فوق بس نقوي العضلات اكثر، اذا تعبتوا فيكم تمدوا ايديكم هون، اوكي. بعدين رح نقوم عن جديد ل الشفل اللي بلشنا فيه 20 مرة، يلا مع بعض، 1 2 3 4، شايفين كيف منعلي، 5 6، ومنوطي بالتمارين، 7 8، يعني تمرين بيكون متعب لضربات القلب، تمرين بيكون راحة أكثر كمقاومة، تمرين بيكون أكثر لعضلات الكور أو سترينج، فينا نقول تقوية، هيك مننوع ففينا نهدي ونضاين بالتمرين فترة أطول. آخر وحدة، ما بعرف إذا صاروا 20، هلا بدنا نروح لونجز. شو رح نعمل؟ مرة يمين مرة شمال بهذا الشكل، خلوا الوزن على الكعب، والتاني اللي ورا لازم تطوي وتنزل لتحت، اوكي؟ 6 7 8، ما تدفشوا لقدام، ممنوع نروح هيك، لازم نضل على الكعب وتنزل هيك، 8 بعد، 2 3 4، هون عم نستهدف العضلات الكبيرة الجزء السفلي، 6 7 8، اخر 2 10، نرجع بلاين اللي هو تمرين لعضلات الكور، وهي كمان من العضلات الكبيرة بعد الأرجل والظهر، نشد عضلات البطن، هيدا رح يريح لنا النفس بس بنفس الوقت نكون عم نشتغل على تقوية عضلات حزام البطن، عضلات البطن الداخلية، وطبعا أكيد سلسلة الظهر، 5 6 7 8، هدو ما توقعوا، 9، هلا رح نروح، بما انه مرنا عضلات الظهر من شوي رح نروح تمرين لعضلات الصدر، ففينا نطلع على الركب هيدا الشكل اذا بدنا ونطلع نفس، او فينا نطلع كامل بهذا الشكل،
2 3 4 5 6 7 8 طلعوا النفس وانتم بتدفشوا 9 10 نرجع نطلع لفوق. هلا شو رح نعمل؟ رح نعمل جامبنج جاكس او رح ننط 30 مره قبل ما نرجع نعيد هيدول 2 سيركل او هيدول المجموعتين من الثمانيه اللي نحن عملناهم. فرح ناخذ 2 جامبنج جاكس 3 4 5 6 7 8 9 عندنا 20 بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بعد 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اكيد لازم نريح. فينا نريح دقيقه قبل ما نرجع نروح عن جد التمارين. خلينا نذكركم فيهم على السريع اللي هي اول تمرين بيكون 20 مره شفل يمين شمال، بعدها بتتبعوا 20 مره من السكوات. بس تخلصوا تنزلوا بلانك بتعدوا للعشرة ببطء مش بسرعة، بعدين عن جديد تطلعوا تمرين عضلات الظهر 10 مرات، ترجعوا بتقوموا بدون راحة، ترجعوا بتعملوا الشفل عن جديد، بعد الشفل بتروحوا لللانجز 20 كمان، بنرجع بلانك، بنرجع نقوى عضلات البطن، آخر شيء منهي بالبوش أب أكيد إن كان على الركب أو كامل، وبعدين بترجعوا بتعملوا هيدا وبتعيدوها على الأقل 3 جولات. شكرا لك. مفيدة هالتمارين وبوقتها. بوقتها مش بس هيك، ما بدهم شيء بالبيت، ما اعطيتهم عذر ميلاد. بدهم يعملوهم بدهم يعملوهم. اكيد، شكرا لك المدربة الرياضية فرح بكر، وانا وانت سننتقل الى الزميلة عهد مع ضيفتها والفقرة الطبية لليوم مشاهدينا. شكرا ميلاد وشكرا لك فرح. مشاهدينا، مع اقتراب فصل الصيف يبدأ كثيرون بالعناية ببشرتهم وتحضيرها لارتفاع درجات الحرارة والشمس الحادة. اليوم سنقدم النصائح والإرشادات لتحضير البشرة لهذا الفصل والحفاظ عليها منتعشة وصحية مع دكتور ريم سعد الاستشارية في الأمراض الجلدية في مركز ماربل الطبي. صباح الخير. أهلا، صباح النور. موضوع التحضير للبشرة قبل فصل الصيف مهم جدا. أكيد، على الرغم من أنه الواضح أنه فصل الصيف سيكون أقرب من العادة، لأننا بدأنا بعض الشيء وخاصة في مناطق الخليج نشعر بدرجات الحرارة المرتفعة، كيف يمكن تحضير البشرة لهذا الفصل؟ هلأ معروف فصل الصيف أنه الحرارة بترتفع، الرطوبة كمان بتزيد زيادة، فهيدا بيأثر على الحاجز الجلدي يعني السكين بارير اللي هو عمليا بيوازن المي والأملاح وهيك بالجسم. فهل تأثير هيدا عليه إذا كان كبير وما مستعدين له حيعمل لي المشاكل اللي بجوز موجودة تزيد واللي ما أنا موجودة تظهر، مثل التصبغات، انسداد المسامات نتيجة مثلا حط مكياج فترة طويلة، الإيفنتات اللي من رحلة، التوسع المسامات نتيجة زيادة التعرق، زيادة الإفراز الدهني عند المرضى اللي عندهم حب شباب أو عد وردي، توسعات وعائية، الجماعات الوردية، وردية الوجه، فهيدي كلها بنشوفها بتزيد. الحاجز الجلدي إذا كان يعني منه سليم بيهيئ أكثر لمثلا لدغ حشرات، ممكن يهيئ أكثر لجفاف بالبشرة. فنحن الهدف الأساسي بأهمية يعني أنه نهتم قبل الصيف أنه نرطب الجلد منيح، نخلي الجلد حاجز سليم لحتى ما يصير عندنا ديهايدريشن أو التبخر زيادة، لأنه بالصيف معروف أنه الحرارة كتير عالية. صحيح. فبنفقد كتير من السوائل. في أشخاص كتير يمكن بس يبدأ فصل الصيف خلينا نقول بيتذكروا خلينا نهتم ببشرتنا ومن الحرارة العالية، ولكن هناك أهمية كما ذكرتي أنه تأهيل البشرة وأنه منذ البدء خلينا نقول يكون في مثل طبقة لحماية الجلد. ما هي النصائح وكيف يمكن حماية البشرة ويمكن الأمور التي يجب القيام بها قبل فصل الصيف؟ صحيح. هلا كثير في شغلات اساسيه اذكر انا البرنسيبل، بس طبعا كل مريضه لها خصوصيتها ببشرتها، فانا بنصح انه المرضى يزوروا طبيب الجلديه بهي الفتره لحتى يحطوا النقاط على الحروف مثل ما بنقول، يعني اذا في تصبغات خفيفه بلش علاجها انا ممكن تقشير خفيف اذا كان في حراره عاليه او المريضه
ما فيها أنه تقعد بالبيت مثلا، ففي تقشيرات خفيفة، في تقشير الأقوى مثلا ممكن نحط ماسكات اللي فيها مجموعة أحماض، مجموعة كريمات أو مواد اللي فيها شو بدي أقول لك، المواد اللي بتخفف اللون المصطبغ، بتخفف آلية أنه يصير تصبغ. طبعا واقي الشمس كتير ضروري، المرطبات كإجراءات أنا لأحمي البشرة في كذا إجراء بس حأذكر أهمه. مثلا عندي التقشير سواء بالأحماض أو بالفراكشنال سي أو 2 أو التقشير الكيميائي أو التقشير مثل ما حكينا الماسكات. عندي مثلا الديرما بين كتير إجراء جيد ممكن يصير، ممكن نحط معه ميزو سيرابي أو بلازما، كمان حيدعم لي الجلد بصورة عامة، يعني مش بس حاجز الجلد. ممكن إجراءات السكين بوستر اللي بنعتبرها نحن إبر نضارة، بس هي فيها اتش اي اللي فيه الهيالونيك اسيد اللي عم يعطي لي ترطيب للبشره، فكمان هيدا عم يكون كثير كويس. زائد طبعا البوتوكس، لانه المعروف بالصيف بتنشف البشره بصير التجاعيد تظهر اكثر، بتصير جافه لانه فبصير مبين بنسموه الكراكر سكين حتى الجلد العاديه. فالبوتوكس كل ما بلشنا فيه اكثر او مثل هالوقت، حتى بوتوكس التعرق مثلا، بوتوكس المناطق الحساسه لحتى نخفف تعرق وبالتالي نخفف تصبغات، فكمان هيدا اجراء انا بعتبره من الاجراءات المهمه. فاربع اجراءات حتحسن لي توسع المسامات والتصبغات والهايدريشن للجلد، وبكون انا عم دعم الجلد بتحفيز الكولاجين. في شغلات كثيره هلا عم نشتغل فيها، في جديد وفي قديم، لنحفز الكولاجين سواء اجهزه او ابر، فبنصح فيهم. وطبعا البوتوكس رقم واحد. طيب دائما نركز بحمايه البشره والحفاظ على البشره على منطقه الوجه. صحيح. ولكن يعني بالمناطق مثل ما ذكرنا يلي فيها درجه الحراره عاليه بتكون ايضا اليدين القدمين أكيد. ايضا تتعرض لحراره الشمس حتى يمكن خلال القياده. صح. او انه عم نمشي يمكن بشكل يوم عادي، فهذه المناطق ايضا بحاجه لحمايه أكيد. من اشعه الشمس، كيف يمكن الحفاظ عليها؟ هلا للوجه معروف انه المفروض انه نستعمل من الغسولات المناسبه للبشره سواء جافه او دهنيه او مختلطه. نحط روتين يومي نحن بنستعمله بالبيت اللي هو المرطب الانتي اوكسيدنت لنخفف تاكسد البشره مع الشمس، نخفف عوامل اللي بتعمل لي تصبغ و يعني بسموها علامات تقدم العمر المبكره. الواقي الشمسي، فهدول لازم اعمله انا روتين يومي. هلا حتى انا بنصح بالتقشير الخفيف او استعمال الشغلات المسموحه بالصيف نستعملها للتفتيح لحتى ما تخلي الميلازما او التصبغات تزيد. هي بالنسبه للمناطق اللي فيها مشاكل. هلا الايدين رجلين هيدون المفروض انه يكون بيلبس او قفازات طبيه او يحطوا الواقي الشمسي. حتى الشفايف كثير ناس بتنسى تحط للشفايف، المفروض واقي شمسي ومرطب بشكل يومي. حتى الشعر بكثره الحمامات، خاصه اللي بيروحوا على الحمامات السباحه البسين، فهيدون بيكونوا عرضه اكثر لانه في كلور بالمي اجباري للتعقيم. صحيح. فعم يصير في جفاف البشر وعم يصير عندهم تحسس، واحيانا بقول انه ممكن يتعرضوا لبكتيريا او مايكروبكتيريا او فطريات نتيجه انه او بتنتقل لهم من الحمامات او من المناشف، فكتير هي بدها كمان عنايه خاصه. فهيدون بنصح كمان انه اول ما بيطلعوا يعملوا شاور ولو بالمي لحتى يشيلوا هاي طبقه الكلور الموجوده بالماء. طيب بالنسبه لموضوع اشعه الشمس، كلنا بنعرف قديش اشعه الشمس مضره، ولكن نتغاضى عن هذا الموضوع خاصه في فصل الصيف والذهاب الى يعني كما ذكرتي الى السباحه والى البحر وما الى ذلك. نريد منك هيك مثل تشبيه لتاثير اشعه الشمس على البشره، خلينا نخوف شوي المشاهدين لانه بالفعل الموضوع مهم ويجب انه نتنبه له. صحيح. هلا اشعه الشمس ليش كنت عم اقول لك انه انا بفضل المرضى يفحصوا حالهم قبل التعرض للشمس او قبل فصل الصيف، لانه اشعه الشمس بتاثير مباشر وغير مباشر. احيانا اذا في عندنا شامه خفيفه ممكن تكون وحمه خلقه، ممكن انه هي بالتعرض تكرار تعرض للشمس خاصه بفتره الظهيره، خاصة إذا صار حرق بالبشرة. حتى إذا ما كان في هالشعمة ممكن إنه حرق بفترة الطفولة تعمل لي استعداد ليصير كانسر بالجلد. ومع الأسف من أنواع الكانسر بالجلد في أنواع بتمرق ما بتعطي ولا عرض. فالفحص المباشر للجسم بيوقي أو بيحط نقاط على الحروف إنه أنا إذا عندي هالشعمة بمكان ما وشاكة فيها بشيلها، بعملها بايوبسي، بعمل تشريح مرضي بتأكد إنه كل الأمور تمام. إذا كان في شيء أنا شاكة فيه بس منه إنه أكيد يعني شكله سليم ولكن عم يتغير،
يعني كان شامي او وحمه، صار في حكه، في نزف، في تصبغ زياده، متغايره الالوان فيها كذا لون، فهون بتشكك، كبر حجمها شوي، خاصه بالمناطق اللي صعب يوصل لها العين مجرده يعني، او ما كثير الانسان بينتبه لها، يعني مثلا باخمص القدم كثير بتصير شامات خبيثه ميلانوم، مثلا بالساقين او بالفخذين كمان بتصير، فاحيانا ما بينتبه للمريض، وهيدي بالتان حيتعرض لها بدون ما ينتبه، فكمان هيدي بتلعب دور. طيب في عنا سؤال من مشاهدة، خوفتهم ولا لا؟ كيف؟ خوفتهم للمشاهدين؟ خوفتهم طبعا، خاصة بموضوع الأشياء اللي ما بتشوفها العين المجردة. إيه لأن ما بدي أخوف، بس حقيقة عم نشوفها. صحيح، لأنه في أمور ممكن أنه يصير في تغييرات بجسمنا وإحنا ما بننتبه لها أو ما بنعرف السبب، وممكن تكون أشعة الشمس هي السبب المباشر. طيب في عنا سؤال من إيمان من العراق، تسأل ما هي مدة استخدام الواقي الشمسي بعد فتح العلبة؟ يعني سؤال مهم بالفعل، أكيد. لأنه في ناس بتخلي الواقي الشمسي من صيف لصيف، ولا يمكن ما بيصبح. أو خاصة يمكن الزيوت أو بعض المنتجات اللي بيستخدموها بالتانينج أو التشمس يعني. هلأ كل كريم له خصوصية معينة، وكل شو بدي أسمي لك، الكريم بحد ذاته بيجوز يكون أنه منه انتزع، بس السواغ اللي معه، يعني كل كريم ليحافظوا عليه بيحطوا شيء اسمه سواغ بالمادة التركيبية، يعني بيكون هي المادة الدوائية والمادة اللي هي لحتى تعمله بشكل كريم أو مرهم أو سبراي أو هالأساس، فهيدا ممكن إذا تعرض للشمس يتلف، ممكن إذا فتحته تشم ريحته يبين عليها أنه تلف، ممكن إذا حطته تلاقي ماصل، يعني قسم صح. زيتي قسم، فهيدا معناته بلش ينتزع، يعني ما له مفعول. فالمفروض تمام، مش بس ما له مفعول، احتمال يعمل لي تحسس، له مضار كمان تماما. فبدي انا راقب الكريمات اللي عندي، كل فتره اعمل جرد، حتى كريمات الميك اب في شغلات ممكن تستعمليها لشهرين او ثلاثه، في شغلات ممكن لست شهور، في لازم تعملي جرد انت كل فتره تكبي منهم او تصرفي منهم، او اللي حاستي ما عاد انه يعني قوامه مثل ما كان اول ما جبتيه، المفروض هذا انك تتلفي. يمكن هي مشكله كمان هذه الانواع من كريمات موجوده معنا لما نكون موجودين يمكن بمكان فيه اشعه شمس، بالضبط. ونحن بنفكر انه بدنا نستخدمه كل فتره عشان نحافظ على بشرتنا، ولكن هالمنتج عم يتعرض كمان للشمس تماما، خاصه مضادات الاكسده، يعني مضادات الاكسده الفيتامين سي اللي بنحطه نحن لحتى نحمي بشرتنا من الشمس، في له سواغ معين المفروض ينحط بعلب معينه ما تتاكسد، يعني ما تتعرض اصلا للشمس، فهيدا كثير احيانا بينعمل، خاصه اللي هلا بتشوفي عم يصير شراء بدون يعني وصفات طبيه وهيك، فعم تكون يستعملوا انه انا والله عم بستعمل مضاد اكسده لانه انا متابعه صحه بشرتي، وقت عم يكون منه طبي، يعني هو اخذ شكل انه كريم وكذا، انت المريض العادي ما رح يعرفوا هذا ميديكال ولا نون ميديكال، احيانا عم يكون من انواع اللي عم تعمل لي مشاكل. صحيح، فكتير ممكن شغلات صغيره لازم اهتم فيها، والكريم بصوره عامه بس انفتح، عم تساليني عن واقي الشمسي، ممكن انه خلال كم شهر يخلص، ممكن انه خلص لازم انا بقى اوقفه، عرفتي كيف؟ حسب شو نوعه، شو قوامه، شو تعرضه للشمس، شو حفظه، محفوظ بمكان بارد او لا. طبعا ممكن البعض يمكن ينغر باسم شركات عالميه بدون ما يستشيروا طبيب كما ذكرتي. على العموم موضوع ايضا يمكن بحاجه للحديث اكثر عنه، لانه هناك كمان موضوع التغذيه وشرب المياه وما الى ذلك مهمه جدا ايضا للبشره. على العموم بدي اتشكرك انا دكتوره ريم سعد، الاستشاريه في الامراض الجلديه في مركز ماربل الطبي، شكرا جزيلا لحضورك معنا اليوم. اهلا فيكم، ان شاء الله كل ايامكم خير. شكرا لك. مشاهدينا فاصل قصير، نتابع بعده الجزء الثاني من حلقتنا لليوم، وكيف نعود إلى النظام الغذائي الصحي بعد شهر الصيام، انتظرونا. نرحب بكم مشاهدينا من جديد، جولة الآن ميلاد مع أخبار متنوعة من حول العالم. هل تساءلتم عن الشعار الأيقوني لشركة أبل؟ فقد يربط الناس بين شعار التفاحة المقدومة وإسحاق نيوتن
الذي اشتهر بنظرية الجاذبية عندما سقطت تفاحة على رأسه. وبحسب موقع ديلي ميل، فقد تم استلهام شعار أبل الأولي من نيوتن، حيث قام المؤسس المشارك لشركة أبل رون واين بتصور العالم جالسا تحت شجرة. وكشف مصمم الشعار روب جانوف أنه كان المقصود من القضمة في التفاحة الإشارة إلى أنها كانت تفاحة وليست كرزة. وأضاف روب أن القضمة أشارت مجازا إلى المعرفة التي يحتويها الكمبيوتر، وكذلك تتعلق بمصطلح الكمبيوتر بايت. نبقى مع أخبار أبل يا عهد. تعهدت شركة أبل الأمريكية وقف الاقتراح التلقائي لدى بعض مستخدمي هاتف آيفون لرمز تعبيري يمثل العلم الفلسطيني عند كتابة كلمة القدس في تطبيقها للرسائل النصية. وبحسب وكالة فرانس بريس، فقد أعادت شركة التكنولوجيا العملاقة الأمر إلى خطأ برمجي بعد اتهامها بالتحيز ضد إسرائيل وسط الحرب المستمرة على غزة. وقالت إن الرمز التعبيري المقترح في لوحة مفاتيح آيفون عند كتابة رسالة ليس مقصودا، مشيرة إلى أنه سيتم إصلاحه في التحديث التالي لنظام تشغيل الهاتف iOS الجديد. وإلى عالم السينما، حيث عرضت استديوهات وارنر براذرز مشاهد للجزء الثاني المرتقب من فيلم جوكر خلال مهرجان سينما كون في لاس فيغاس. ويشكل فيلم جوكر فولي أدو، وهو من إخراج تود فيليبس، تكملة للفيلم الأصلي المثير للجدل والذي فاز جواكين فينيكس بجائزة أوسكار عن دوره فيه. وفي الجزء الثاني المرتقب طرحه في أكتوبر، تؤدي نجمة البوب العالمية ليدي غاغا دور البطولة إلى جانب فينيكس. نبقى بأخبار السينما. كشفت شركة الإنتاج الكندية الأمريكية لاينز جيت عن أحدث مشاريعها المقبلة والمتمثلة في فيلم مونوبولي المستوحى من اللعبة اللوحية الشهيرة. وأعلنت الشركة انضمام مارجو روبي الممثلة الأسترالية إلى فريق إنتاج الفيلم. الخبراء في مجال السينما يربطون بين إقدام لاينز جيت على هذه الخطوة والشهرة الكبيرة للعبة في أرجاء العالم بهدف تحقيق عوائد كبيرة على غرار اللعبة التي باعت نحو نصف مليار نسخة منذ صدورها بعام 1935 عهد. وخبر يهم محبي القهوة، حيث تعتزم سلسلة متاجر قهوة أمريكية بيع قهوة مصنوعة من أغذية زراعية مثل بذور التمر والجوافة ودور الشمس، وهو ما يعده البعض خيارا أكثر استدامة من حبوب القهوة. ومع تزايد المخاوف بشأن تغير المناخ، يتزايد التدقيق بشأن البصمة الكربونية في قطاع الزراعة. ويستخدم مزارعو القهوة حاليا تقنيات للتقليل أو حتى القضاء على انبعاثات الكربون، وسيكون بديل القهوة التقليدية هذا فرصة للاستمتاع بخيار القهوة المبتكر ومراعاة البيئة في نفس الوقت. حلو لمحبي القهوة، حلو هالخبر. ومن أخبارنا العالمية إلى فقرتنا بالمطبخ المحلي، أطباقنا المحلية الطازة بمطبخ صباح النور والبحرية مع الشيف طارق. شيف طارق، اهلا وسهلا. اهلا يا شيف. يلا عمالين، يلا نبدا على طول. نبدا، تفضل. يلا بينا. صباح النور مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج صباح النور. النهارده ان شاء الله ايه معانا كده اكياس السي فود، فين الترند اللي كان طلع قبل كده الاكياس اللي هي الحراريه ونقلب على الرز والكلام ده، هنعمله النهارده ان شاء الله مع لمسات جديده مني. عندي هنا اول حاجه نبدا بصوص الكيجن. يعني هم السي فود، انا جايب سي فود بشكل زي ما انتم شايفين اهو. هنعمل صوصين النهارده، واحد ببهارات الكيجن مشكله هنشرحها مع بعض، والتاني بصوص الزبده والكريمه وبهارات كده خفيفه. نبدا هنا عندي نحضر بصوص الكيجن. الكيجن يعني بهارات مشكله من فيها ثوم باودر، بصل باودر، اوريجانو، فيها بيحطوا لها ملح، فيها كمان بابريكا مدخنه او بابريكا عاديه على حسب. سخن الطاسة هنا، هنشرح السي فود بس نبدأ نحضر الصوص الأول. حطيت معلقة زيت زيتون عشان نشوح فيها الفلفل كله على البارد كده على حرارة إيه كافية أهو. بقيت فلفل ألوان متقطعين، خليه على جنب عشان نحمر الثوم في الجنب التاني. طيب نسيبهم يتشوحوا مع بعض لغاية ما نشرح في الإيه السي فود.
عندي هنا مشكل من المحار زي ما انتم شايفين اهو، مع جمبري حجم وسط او حجم كبير برضو اللي تحبوه، مع شويه كابوريا، مع حبه استاكوزا كده، ايه يبقى كيس حلو قوي. خليني اشرح حاجه مهمه على حته الكابوريا اللي في ايدي. شايفين اللون الاصفر ده؟ ده البطارق بتاعه الكابوريا، هي وفراس الجمبري، هوريها لكم برضو دلوقتي. اوعى حد يرميها وانتم بتنظفوها، دي بتبقى طعمها حلو، وهو دي لما تلاقوها اصلا في حبه الكابوريا بتدي طعم جميل. شايفين شكلها عامل ازاي؟ لما بتستوي بتبقى قطع كده صغيره تتاكل، تطلع روعه. عندي هنا برضو الجمبري من ورا، مهم قوي لما نيجي ننظفه. شايفين حبه الروبيان اهي، لما نيجي نفتح الظهر بيكون في كيس رملي ورا هنا كده، نفتح وننظف كويس وغسلينه وننشفه قبل ما نطبخه. طيب عندي هنا في ميه سخنه ضفت معلقه كبيره من اللي هي بهارات الكيجن، ونيجي بقى ايه بالسي فود بتاعنا كده، نروح حاطينه في ميه سخنه. هتقول لي هياخد قد ايه؟ هياخد معانا حوالي 3 دقايق. نمسك بس السي فود كله في بعض اهو في ميه بتغلي، هنسيبه حوالي دقيقتين ونص 3 دقايق، واحنا بنحضر الصوص كده نكون عينينا عليه. معانا هنا اول صوص، نزيح شويه من الفلفل على جنب، نيجي بالثوم المفروم. الثوم مفروم ناعم خلاص، لان احنا زي ما اتفقنا بنحضر صوص اهو، نحطه كده ونبدا نقلبه مع زيت زيتون والفلفل. وهما بتشوحوا البهارات بسيطه جدا، ملح، بابريكا مدخنه، معلقه كبيره من بهارات الكيجن، ومعاهم عسل وشويه شطه او هريسه. شويه العسل بيكسروا حده الثوم والشطه وبيدينا طعم كده سويدي جميل جدا. طيب ما تخافوش من كميه الزبده دي، مهمه قوي في الوصفه. شايفين هنا عندي حوالي 200 جرام من الزبده اهي، نجيبهم بقى كده نحطهم على الخليط بتاعنا. اللي يقول الزبده مضره مش مضره، على فكره بكميات خفيفه مش مضره خالص، فانا عشان عامل كميه فانا حاطط الحته دي، ما تخافوش خالص. اهو. طيب سيب كل الكلام ده يسيح في قلب بعضه، وهو شغال بيسيح عشان عايز يكتسب البهارات والنكهه. نضيف هنا رشه من الملح مع معلقه صغيره بابريكا مدخنه. البابريكا المدخنه بتدي طعم روعه في الاكل، مع بهارات الكيجن، ونقلبهم ونحط برضو معاهم الهريسه او الشطه بتاعتنا. خلاص بنسيبهم على حراره متوسطه 3 4 دقائق. دي كده وصفه كيس الجمبري او السي فود المشكل ببهارات الكيجن. نسيبهم يغلوا مع بعض، ونبدا نجيب هنا عندنا بوله ونطلع فيها السي فود اللي سلقناه. ما تخلينيش نقول سلقناه قوي، لان هو بس حطيناه في ميه كده حاجه بسيطه اهو. شايفين شكله بعد ما طلع؟ اللون بتاعه اتغير، نجيبه هنا ونشيل الحل على جنب. طيب بالنسبة للفرن، أنا مشغل الفرن على حرارة يعتبر 200 210، عشان هندخل فيها السي فود على حوالي 10 دقايق. السي فود ما بياخدش وقت خالص. طيب نسيب بقى الصوص يتقلب ويغلي في بعض كده، بس هنيجي بقى إيه شوية عسل زي ما اتفقنا عشان يكسر من حدة الثوم والشطة اللي موجودين في الخلاط. هنسيبهم يغلوا ونيجي للصوص الثاني. ادي الوصفه نزلت على الهواء بصوص الكيجن اللي انتم شايفينه دوت، مع شويه فلفل والثوم والزبده. نيجي للصوص الثاني عشان الاثنين نعمله مع بعض وندخلهم على طول الفرن. عندي هنا حته زبده مش كتير، حاجه بسيطه، ومعاها ثوم. سيبهم يسيحوا ويتقلبوا في قلب بعض. نشرح بقية المكونات. عندي هنا كريمة الطبخ،
مع حليب جوز الهند. اي واحد جوز الهند بيدي طعم رائع في الصوص ده. دي الوصفه الثانيه اللي هي اكياس السي فود بالصوص الكريمه. بقيه البهارات عندي ملح، بهارات سمك، وكاري، وفلفل ابيض. فلفل اسود في الصوص الابيض هيغمقه ويدي له شكل مش حلو. مع شويه بطاطس ودره نحطهم كده ايه عشان يدوا طعم جميل. اهو. طيب هنعمل ايه؟ هنبدا على طول على الزبده والثوم وما بتحمروا. نروح ضايفين كريمه الطبخ مع حليب جوز الهند. استغربلوش، بيدي طعم جميل جدا السي فود او الصوص اللي بالكريمه. شفتوا زي ما انتم شايفين؟ بسيطه. سي فود من الحاجات الجميله وما بتاخدش وقت خالص. زي ما انتم شايفين اهو في 10 12 دقيقه على طول بنخلص كل حاجه. طيب عندي هنا شايفين كيس سي فود حطيته اهو، الكيس الحراري اللي بيخش الفرن معانا. نرجع للصوص اللي احنا عملناه اهو. شايفين الصوص الاحمر ده؟ نيجي بقى كده حلو قوي. شايفين الشكل عامل ازاي؟ نروح صبينه على السي فود بتاعنا. روعة. طبعا بيوحشنا السي فود في رمضان، فحبيت ابدأ لكم بأول حلقة نعمل سي فود مشكل بالشكل ده. ندي بس تقليبة خفيفة. طبعا نشغل الفرن عشان يبقى سخن. ونجيب الرطة بتاعتنا. شايفين؟ اهو. نجيب الرابطة ونربطه بالشكل ده. اهو كده جاهز معانا على الفرن مباشرة. خلينا نجيب الصينية عشان نحطه فيها عشان احتياطي لو الكيس فقع مننا، لان في الكابوريا رجليها تبقى حادة شوية. اهو نحط ده ونجيب اخوه اللي بصوص الكريمه هنعمله دلوقتي. نرجع نشوف الصوص اخباره ايه وتقله. بس نبدا نحط البهارات. عندي هنا رشه من الملح على رشه من بهارات السمك والكاري طبعا، وعندي الفلفل الابيض. عندي هنا شويه بقدونس مفرومين او شبت مفروم اللي موجود، الاثنين يدوا نكهه حلوه قوي، يفضل طبعا الاثنين دول بالذات يعني. شايفين؟ نبدا نقلب كده شويه شويه. نجيب عندنا بقدونس اللي فرمته ويدي نكهه ولا اروع. ادي الصوص معانا. لازم بس نقلبه شويه شويه، وهو اصلا دلوقتي قوامه خفيف بيرجع يتقل تاني في الفرن مجرد ما بيشم النار. ادي الوصفه نزلت على الشاشه. واستنونا طبعا الفقره التانية بقى اعمل لكم طبق كده خفيف مع الاكله، سلطه سيزر مع شويه جمبري متشوحين، روعه. طبعا متعارف دايما السيزر بيكون بالفراخ، بس انا عبيت النهارده سي فود نعملها لكم بالجمبري. طيب على الخليط ده هنروح ضايفين الذره ونحطه على ميكس السي فود وندخله الفرن زي ما اتفقنا حوالي 10 12 دقيقه على حراره 200 220 على حسب الفرن بتاعكم. بنسيبها 10 12 دقيقه وبنرجع نفتح الكيس وتقدم مع رز ابيض. في الفقره الثانيه زي ما اتفقنا هنعمل سلطه السيزر بالجمبري وصوص السيزر. نشوفكم ان شاء الله في الفقره الثانيه. شكرا لك شيف طارق. طبعا مشاهدينا سننتقل لموضوع مهم جدا. تشكل الأعياد والمناسبات السعيدة فرصة لاجتماع العائلة والأصدقاء، والتي عادة أو غالبا ما تتضمن موائد غنية بأشهى المأكولات والحلويات. اليوم مع مضي شهر رمضان المبارك وعيد الفطر نعود لنلتزم بنظام غذائي صحي ومتوازن ولخسارة بعض الوزن الزائد الذي اكتسبناه. كيف؟ الجواب مع ساريا رينكو الاختصاصية في التغذية. صباح الخير ساريا. صباح الخير عهد، وينعاد عليكم عيد مبارك. تنعاد عليك إن شاء الله.
شهر رمضان خلينا نقول كيف مرق عليك بداية؟ عليك في ناس مرق عليهم استفادوا منه وفي ناس لا خبصوا فيه، أنا من الناس اللي استفدت منه. استفدت من شهر رمضان؟ 100%. في ناس يمكن حابة أنك أنت ما تستفيدي من شهر رمضان، تاخدي شوية بريك، ولكن برافو أنك أنت ملتزمة. بالعكس يعني بحس لأنه بتعرفي رمضان ما في يعني كل الأيام نفس الشيء، بس حتى التمرين بصير زيادة، بصير أكثر. ما في إشي. خلينا نقسم الحديث سارية لموضوع النظام الغذائي الصحي وموضوع ثاني هو خسارة الوزن. لنبدأ بالنظام الغذائي الصحي بعد شهر رمضان وبعد هالمأكولات كلها يلي أكلناها بشهر رمضان، كيف ممكن أنه نرجع لنظام غذائي صحي؟ هل ممكن الموضوع يكون بشكل مفاجئ، يعني نرجع نفاجئ جسمنا ومعدتنا، أو بشكل تدريجي؟ هلأ ليك بالمبدأ في ناس عن جد استفادوا منه، في ناس كان يعني خبيصة، عزايم ودهرات وحلويات، يعني حتى اللي ما بياكلوا حلو كل السنة بتلاقيهم برمضان بيشتهوا كل شيء حلويات. كيف بدنا نرجع مثل ما حتى قبل رمضان بنقول كيف بدنا نبلش انه لنصوم نهيئ الجسم؟ نفس الشيء يعني بالعيد وبعد العيد في تيبس بدنا نعملهم انه كيف نرجع نهيئ جسمنا لنرجع لنظامنا الطبيعي، لانه بتلاقي كل شيء ملخبط، حتى النوم بضل فترة طويلة ملخبط، يعني ما يعني بتضلك فتره اسبوع اسبوعين ماشيه ببروجرام رمضان، بالسهر وبالفيقه بكير او مؤخر، وحتى هيدا كله بياثر على نزول الوزن. بالمبدا كيف بدي انا ارجع؟ خلص العيد اكلنا معمول، اكلتي معمول عهد؟ اكلت كل شيء، ما تساليني شو ما اكلت. اوكي، هلا لو يعني على العيد اللي خبص واكل معمول ما بنقول له انه لا ما تاكل، بس كنا بنقول انه انتبهوا للكميات لانه فيهم سكر كثير عالي. رجعنا للشغل ولحياتنا اليوميه العاديه، اول شيء بدنا ناخر شوي وجبه الفطور. نحن بتعرفي تعودنا نفطر الساعه 6 تقريبا او 5:30 6، فايش اللي بدنا نعمله انه مثلا بدل ما اتروق كثير بكير اتروق شوي مؤخره. اوكي، لحتى ارجع اعود جسمي. بالنسبه للفطور بدي ركز على الاشياء الغنيه بالبروتينات، مثل البيض، مثل الروب اليوناني، كاشياء ما تحسسني انه انا جعت اكثر. يعني اللي بيتروق مثلا كورن فليكس او اشياء كثير شوجري، دوناتس، كرواسون، شو بيصير؟ بصير انه انت كل النهار بدك سكر، لانه انت علالك الانسولين بالدم بشكل مفاجئ، فانت حتضلك جوعانه كل النهار. طب عم نحكي هيدا عن اول وجبه يمكن خلال نهارنا، كيف نبدا نهارنا. ما ننسى انه بشهر رمضان كان في وجبه وحده، خلينا نقول يمكن الثانيه تكون اخف، ولكن وجبه وحده وكانت عم بتكون تقريبا اخر النهار. هلا بدنا نركز على موضوع انه نرجع على ثلاث وجبات خلال النهار، بدنا نبدأ من يعني من الصبح، يعني من الصباح كما ذكرتي، ولكن تكون أخف، يعني مش إنه نبدأ بشكل يمكن دسم على المعدة، لأنه تعود يمكن جسمنا على خلال هذا الشهر على وقت معين للطعام. طيب بعد الفطور كما ذكرتي هناك الغداء. أوكي، كمان الغداء نفس الشيء، بدنا يعني اهم شيء نسمع للساينس تبع جسمنا. يعني انا مش ضروري اكل اذا مش جوعان، يعني ما في شيء رول او شرط انه انا لازم اخذ 3 وجبات واثنين سناك، او لازم اخذ 5 وجبات، او لازم اخذ وجبتين. انا حسب جسمي امتى بكون جوعانه، عرفتي كيف؟ ما بدي انطر حالي لجوع على الاخر حتى ما يصير في افراط بكميه الطعام. بدي انتبه لسعراتي وبدي انتبه للمصادر اللي عم باخذ منها هيدي السعرات، يعني مش قديه بقول بركز على السعرات، لانه كل شيء سعرات زياده بدها تتراكم بالجسم لو جاي من مصدر منيح. بنفس الوقت حسب انا شو هدفي، انا بدي نزل وزني، بدي صحتي بنفس الوقت، فبدي ركز على سعرات اقل، بدي ركز على مصادر منين عم باخذ هول السعرات. يعني انا اذا بدي صحه جيده بدي ركز على الفيتامينات والمعادن اللي هي اكثر شيء من الخضروات، من الفاكهه، من الحبوب، من القمح الكامل، ومن البروتينات، من سمك ودجاج ولحوم غير مصنعه اكيد، ولحوم حمراء بدنا نخفف قد ما فينا وتكون من غير دهون. ما ننسى أنه كمان برمضان يمكن على المائدة بيكون في أكثر من نوع أكل، يعني صح. حتى تناولنا لمش نوع واحد كنا عم نركز عليه، فهذا الموضوع كمان يمكن بيأثر على المعدة، بيأثر على الهضم، على الكثير من الأمور. فهون يعني إيش المرحلة يلي نخفف أو نهدي على المعدة بيمكن نوع واحد أو اثنين؟ يعني هو حتى برمضان بقول لهم لما
تكونوا على اوبن بوفيه او على بيكون في فرايتي معزومين صح. نجرب ما ناكل من كل الانواع، لانه عن جد مثل ما قلتي بصير في تخمه، بصير في عصر هضم. حتى نجرب التبس اللي كثير مهمه بقولها على طول، انه نجرب نمضغ الطعام جيد ونعطي وقت. يعني حتى فينا نحط الملعقه او الشوكه نحن وعم ناكل لنعطي وقت. انت لما بتمضغي مزبوط بتكوني عم تعطي وقت لمعدتك لحتى، او عم تساعدي معدتك انها تهضم. وزائد انه يعني المعدة بدها وقت لتعطي رسالة للدماغ انه انا شبعت وقف اكل. نحن اذا عم ناكل بسرعة بسرعة، وخاصة يعني بدي اقول لهم انه ضروري تركزوا انه تاكلوا مش نحن على التليفون او انا وعلى التي في او انا وعم بشتغل. يعني وقت نكون عم ناكل نكون مايندفول، يعني نكون انا عم ركز انه هلا انا عم باكل، انجوي انبسط بكل لقمة عم باكلها، مش يكون اكل سريع او من غير وعي. يعني يكون بوعي الاكل. طيب ذكرتي موضوع الحلويات والمعمول وكل هالامور يلي بناكلها بشهر رمضان وبشكل يومي وبكميه، فالجسم وبنعرف كل يعني ما تاكلي اكثر سكر يعني الجسم بيطلب صح. هذه السكريات بشكل اكبر. طيب بعد شهر رمضان وانه تناولنا هذه الكميات الكبيره من السكر، كيف ممكن لما جسمنا يطلب هذه السكريات انه ما يعني نتناولها بالشكل مثل ما كنا بهذا الشهر؟ ليكي انا على طول بقول انه السر انه الاعتدال، وبلس انه انا مش بدي احرم. حتى برمضان اللي كنت عم بعمل لهم حميات غذائيه كنت عم اقول لهم كلوا نوع او نوعين مره مرتين بالاسبوع، مش ضروري كل يوم. يعني كيف مثلا يعني في اشياء خلص صار بعاداتنا انه هيدي كل يوم لازم تكون موجوده على الطاوله. الحلو ما ضروري يكون موجود كل يوم، مفروض فينا نعوده بالفاكهة لأنه فيها سكر، فاكهة مجففة ولا طبيعية لأنه فيها سكريات، بس سكريات من مصدر طبيعي. مش يمكن صارت عادات وتقاليد وأنه إغراءات قدامي كمان بيكون موجود. بس فينا ناكل بس ننتبه مثلا القطر ما نزيد زيادة أو نخفف تدريجيا، لأنه الجسم بيأدمن على السكريات. فأنا فيني خفف تدريجيا، وبصراحة أكثريتهم ببطلوا يأكلوا الحلو العربي بعد رمضان. يعني ممكن إذا بدي أكل شوكولات نقي دارك شوكولات مثلا، أخذ قطعة لقطعتين، يكون في اعتدال يعني بالموضوع، يعني مش أحرم حالي تماما بنفس الوقت بلش خفف تدريجيا السكريات. طيب بما أنه أيضا خلال شهر رمضان كان تناول الأكل بشكل متأخر بالليل، وكلنا بنعرف موضوع الوجبات الخفيفة أو السناكس يلي منصير نرغبها أكثر آخر ساعات في الليل، هذا موضوع ومشكلة كبيرة عند الكل، وفي ناس يمكن سلطة أو لبن أو وجبات خفيفة صحية ما راح يمكن يشعروا فيها وبيرجعوا بيلجأوا للوجبات أو السناكس يلي تعودوا عليها. طيب هذه المشكلة كيف فينا نحلها، وكيف في يعني ما هي الوجبات خلينا نقول يلي فيها أقل دسم وأقل سعرات حرارية ممكن أنه نتناولها في الليل؟ بالمبدأ إذا أنا كنت أخذ العشاء وقت مبكر وأخذ العشاء ما في كتير سكريات أو نشويات يعني إذا مركز على النشويات المعقدة اللي بدها وقت أكتر لتنهضم، البروتينات بدها وقت لتنهضم، لا لما بيكون بدها وقت أكتر لتنهضم فأنا بيكون ما بشعر بالجوع فجأة أو بسرعة. فما بتفتكر اللي آكل وجبة عشاء مزبوطة بالانست فيها كل العناصر الغذائية الصحية إنه يجوع بسرعة. وإذا جاء مثل ما قلتي فينا ناخد يعني أشياء يكون حاسبين سعراتها، فينا نركز مثلا ترمس. ترمس فيه يكون كسناك صحي وعالي بالبروتين، فيه يكون كوب البوشار مثلا من غير ملح، في كتير اشياء، الجريك يوغرت ممكن يكون شراب، ممكن نحط عليه شويه مكسرات او المكسرات النيه مثل الجوز اللوز الكاجو، كل هالقصص فينا كمان ناخذها. ونكون عم نشرب مي كتير، عاد كتير مهم المي، لانه في ناس بعد رمضان برمضان بتلاقيهم عم يشربوا اكثر لانه في صيام، فبتلاقيهم فتره سحور عم بكرعوا مي، بيخلص رمضان بتلاقينا عم ننسى نشرب مي، فبصير كثير ناس بيصير عندهم مشاكل من بعد رمضان. فكمان نركز على المي، خاصة انه هلا الطقس بلش يصير حار، فلازم نركز حتى نمنع الجفاف. وبتعرفي لما يصير في جفاف بصير في وجع راس وعدم تركيز وكل هالقصص. طيب موضوع كل اللي صار عندهم وزن زائد بعد شهر رمضان، اعطينا هيك نصائح سريعة للتقليل من هذا الوزن والعودة للوزن يمكن يلي كان قبل او الوزن الصحي بطريقة يعني صحية خلينا نقول. ليك اهم شيء انا بقول لهم اللي بده ينزل وزنه او يمنع السمنه يحسب السعرات وياكل الاكل من مصادر صحيه، والحركه يعمل رياضه، وحتى اولادنا ما نعلمهم التعلق العاطفي بالاكل. يعني مثلا انت بنقول لابننا اذا بتنجح بعطيك هيك، بالويك اند بدي اخذك تاكل ماكولات جانك فود او ماكولات سريعه، اذا كذا بجيب لك جاتو.
كل شيء بنربطه انه اذا هيك بدي اعمل لك هيك. ليه مش اذا مثلا عملت شيء منيح باخذك نلعب رياضه سوا او نمارس اكتيفيتي معينه بنحبها او نعمل اي شيء مش ضروري يكون اكل غير صحي يعني. صحيح. فنخفف الارتباط العاطفي بالاكل. انا بعمل هيك لانه نحن هيدا الشيء بدك تنتبهي عليه لانه هيدا الاولاد مع الوقت يعني بتلاقي اللي عندهم سمنه اكثريتهم حتى على كبر يعني في منهم يمكن ما يكون عندهم سمنه على صغر بس على كبر بتلاقيه لانه متعلق عاطفيا بالاكل من وراء اهله. صحيح. فكتير مهم نركز على هول الاشياء. نحن مش عايشين لناكل، نحن بناكل تو فيول اور بادي لحتى بالفعل نتحرك ونمشي لانه هو مثل يعني مصدر الطاقه للجسم. انا بدي اتشكرك ساريا رينكو الاختصاصيه في التغذيه، وان شاء الله يا هيك بعد شهر رمضان الكل عن جد يهتم بصحته وبغذائه لرمضان الجاي بنعين خير بنرجع. ثانك يو، يعطيك الف عافيه. شكرا لك ساريا. مشاهدينا لحظات قصيره مع هذا الفاصل ونعود الى محطتنا الاقتصاديه بعنوان افاق الاقتصاد العالمي في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا ونصل إلى موضوعنا الاقتصادي التكنولوجي لليوم. في موضوعنا لليوم يا عهد سنتناول أفاق الاقتصاد العالمي والفردي في ظل التطور التكنولوجي وكيف يؤثر هذا التطور التكنولوجي المتسارع على الاقتصاد العالمي وطبعا على الفرد أيضا. صحيح، وكيف يمكن للأفراد الاستفادة من هذه التغييرات السريعة في البيئة الاقتصادية الحالية. نرحب بضيفنا الخبير الاقتصادي أحمد عقل. صباح الخير. صباح النور، يعطيكم العافية وكل عام وأنتم بخير. وأنت بخير. وأنت بخير، أهلا وسهلا فيك. بداية، كيف يؤثر التطور التكنولوجي على الهيكل الاقتصادي العالمي بشكل عام؟ بشكل عام التكنولوجيا يعني لها تأثير كبير على الاقتصاد. إذا بدنا نختصرها بجمل بسيطة هي عامل مهم بتوفير الوقت والتكلفة والجهد. نحن نعرف أنه النشاطات الاقتصادية تقوم على أساس إنتاج وعلى أساس استهلاك، بالتالي التطور التكنولوجي ساهم بشكل كبير بتطوير عملية الإنتاج لتصبح أكثر سرعة وأكثر كفاءة. إذا بنرجع شوي ما قبل هذه الثورة التكنولوجية، كان إنتاج مثلا طاولة لأي منزل عبارة عن عملية صعبة تحتاج إلى عديد من الأشخاص يقومون بالعمل اليومي لقص الأشجار وتقليمها وتجهيزها لتكون يعني طاولة جاهزة للاستخدام. بينما بالوقت الحالي يستطيع آلة واحدة أن تقوم بهذا العمل وتنتج بدل طاولة بعدة أيام عدة طاولات بساعة. بالتالي خلينا نقول كفاءة الإنتاج أصبحت أعلى، السرعة بالعمل أصبحت أكثر باستخدام الآلة، وعلى المدى المتوسط والطويل بما أنه لم يعد هناك من إيجار شهري لعامل أصبح في آلة تقوم بعمله، فإذا التكلفة أيضا انخفضت بشكل كبير. هيدا بعيدا عن موضوع الدقة، وخلينا نقول قدي في عنا هدر من المواد. يعني اليوم باستخدام المعدات أصبحت الكثير من المواد تستخدم بالنسب المثلى بطريقة خلينا نقول متناسبة بشكل دائم. يعني اليوم استخدامها ل 30 سنتي دائما 30 سنتي، ليس هناك من حالة للخطأ البشري. التكنولوجيا غيرت كثيرا بمجال الصناعة بداية، ثم الآن خلال الأيامنا الحالية عم نشوفها عم تدخل بجميع المجالات عن طريق ما يسمى بالAI أو الذكاء الاصطناعي، اللي هو أصبح اليوم خلينا نقول عامل مهم جدا بتغيير وجه الاقتصاد للأيام القادمة. اليوم أصبح عندنا ذكاء، يعني كانت مشكلة الآلة أنك أنت تقوم ببرمجتها للعمل بطريقة معينة، اليوم أصبح هناك تحدي عم بيقوموا فيه العلماء اللي هو جعل هذه الآلة قادرة على التفكير وأخذ القرارات بناء لمعطيات موجودة. هذا ما سمي بالذكاء الصناعي، واللي برأيي أنا رح يكون أكثر خطورة
وأكثر تأثيراً على وجه الاقتصاد خلال السنوات القادمة. تحدثت عن فرص وتحديات، يعني الفرص مثل ما قلت الكلفة ستكون منخفضة، الوقت والطاقة ستكون يعني منخفضة، والدقة أكثر صحيح. وتحدثت أيضاً عن تحديات ذكرتها نور، الآلة تحل مكان الإنسان. إذا بدنا هيك يعني نقوم بجولة على ما هي أبرز هذه الفرص ونوضحها أكثر، وأيضاً ماذا عن التحديات التي تواجه إذا بدك الاقتصاد اليوم بفضل التكنولوجيا؟ صحيح. بالنسبة للفرص، أولا جميع الأمور أصبحت بمتناول الجميع. أنا دائما بحكي مثل للأصدقاء، يعني لما نكون عم نحكي عن عما أوصلتنا إليه التكنولوجيا، التكنولوجيا إذا بنرجع نحن 1000 سنة أو 500 سنة إلى الخلف، كان الإمبراطور أو كان القيصر بيجيب ناس حواليه لكي يقوموا بالتهوئة. اليوم كل شخص موجود عنده أي سي أو مكيف موجود بالمنزل، وضع الحرارة التي يعني يريدها 24 ساعة بأي وقت بطريقة أفضل حتى مما كان عليه الإمبراطور في ذلك الوقت. هل كان يدرك إمبراطور أو قيصر روما في ذلك الوقت أنه عامل أو أي شخص موظف بسيط بأيامنا هذه سوف يحصل على تهوئة أفضل مما كانت عنده؟ هيدي التكنولوجيا، هيدي الفرص اللي عملتها، طورت وسهلت الحياة وجعلت الإنسان يحصل على كماليات كثيرة لم يكن يحلم بالوصول لها، اللي هو الفيديو كولز الغيره. من 10 أو من 15 سنة لم يكن أحد منا يصدق أنه ممكن أن يعني يشاهد مثلا قريبه ببلد آخر ويتحدث معه فيديو كول. فإذا أصبحت هذه الأمور اليوم عم بتسرع وتيرة الحياة وعم بتسهل كثير من الأمور. الفرص الاقتصادية أنه جابت مع الكثير من أنواع العمل، صيانة هذه الأمور، حمايتها، فتح استخدامها لإنتاج أمور أكثر والدخول بأفكار أكثر. التكنولوجيا بالرغم من أنه هي عم تحل محل الإنسان، ولكن دائما عم تفتح فرص جديدة أيضا للعمل من خلالها. إذا بنشوف السيارات تغيرت من ميكانيكي يعني سيارات عادي لشخص يعرف بالكمبيوتر وكيفية استخدامه لفحص السيارات. الوظيفة ما زالت موجودة ولكنها ارتفعت، وبالتالي بعض الوظائف أصبحت متاحة لخدمة هذه التكنولوجيا. بالمقابل أصبح المطلوب للشخص العامل البسيط مطلوب منه كثير من المعرفة لكي يحصل على أي وظيفة اليوم. يعني اليوم إذا شخص ما بيعرف كمبيوتر من المستحيل تقريبا أنه يعمل بأي مكان سهل يعني بسهولة. بالتالي أصبح مطلوب منه أنه يتعلم لغة، يتعلم كمبيوتر، مهارات جديدة. هيدا عم بيرفع من إذا بدك المستوى المطلوب من الناس، عم بيحط عليهم ضغط، هيدا عم بيسبب بعض الضغوطات. من الأمور السلبية كمان إذا بدك، بعيدا عن أنه عم بتحل مكان الإنسان، في عنا أمر سلبي مهم جدا أنه قدرة الإنسان على العمل أصبحت تعتمد على الآلة. يعني أنا بدي أعطي مثال، طلاب المدارس بشكل عام أصبحوا لا يعرفون كثيرا القيام بعمليات حسابية كبيرة إلا من خلال الآلة الحاسبة، بينما من 30 أو 40 سنة الفترة التي أخرجت علماء ذهبيين بالعالم ما كان في الآلة الحاسبة غير متوفرة عند أحد، كانت أي عملية حسابية يقوم بها الشخص. بالتالي التدريب على الأساسيات كان يخليه يوصل إلى أمور أعلى. اليوم أصبح يعتمد كثير على الآلة بشكل عام. كثير من الناس اليوم كل شغلهم هو كيفية استخدام التكنولوجيا وليس فهم مضمون الفكرة الاقتصادية أو فكرة الإنتاج. يعني الطالب الذكي هو من يعرف كيف يستخدم الكمبيوتر لعمل الأبحاث وعمل الرسومات الجديدة، ولكن هو لا يملك موهبة الرسم أو غيره أو 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 الإنتاج نفسه. فإذا هون كمان في تأثير. دائما بقولوا إنه مع التطور التكنولوجي مستوى الذكاء الإنساني بعيدا عن الذكاء الاجتماعي عم نحكي أو الذكاء العملي، الذكاء الإنساني عم ينخفض لأنه الإنسان ما عم بيضطر أنه يستخدم مهارات كان يتعود على استخدامها سابقا. طيب جاوبت يعني بعض الشيء عن سؤال أريد أن أطرحه عليك، يعني موضوع أنه ليس فقط الآلة والتكنولوجيا تحل مكان البشر، ولكن اليوم يجب الاستفادة من هذا التطور. صحيح. التكنولوجيا برفع المستويات والمهارات أيضا وتطور الإنسان بشكل عام، ولكن هناك بعض يمكن خلينا نقول لأن التكنولوجيا تتسارع بشكل يعني بفترة قصيرة أيضا، هناك أجيال معينة ما عم بتلاحق هذا التسارع. صحيح. وأجيال لم تتعلم في الماضي ما يتعلموه الجيل اليوم، يعني هل يمكن إلغاء هذه الطبقة من أو هذا المستوى من العمالة؟
بتصور انه مع الوقت القادم نعم يعني رح تصير. انا بدي اقول لك مثال يعني صغير، اليوم الاطفال بالمدارس اللي هي الحضانة او الابتدائية يعرفون كيفية استخدام الكمبيوتر اكثر من الورقة والقلم بشكل كبير، حتى اليوم صار في رسم عن طريق الكمبيوتر، كتابة المقالات لا تحتاجين ان تكوني ضليعة باللغة العربية، في مصحح املائي موجود هناك ايضا بتشات جي بي تي الذكاء الاصطناعي الجديد، اصبحت قادرة على يعني خلينا نقول نظم قصيدة عن طريق تشات جي بي تي أو غيره. بعدة دول أصبح فيه يعني خلينا نقول مذيعين عن طريق يعني عن طريق الذكاء الصناعي قاموا بعدة مقابلات تلفزيونية موجودة. بالتالي الموضوع أصبح عم بيتطور بشكل سريع. دخول الذكاء الاصطناعي بدي أرجع عيد برأيي أنا رح يغير، نحن كنا عم نتطور بشكل سريع، ولكن الذكاء الاصطناعي يعطي الآلة ميزة الإنسان. ما زال هناك بس موضوع واحد عم بيواجه مشكلة الذكاء الصناعي، وإلا بعدين رح نشوف ثورة يعني رح تكون مختلفة نهائيا، هي هل الذكاء الصناعي قادر على تطوير نفسه؟ يعني هو اليوم قادر على التفكير وقادر على إيجاد حلول عن طريق داتا معطيات، ولكن هل هو قادر على يعني تطوير نفسه حتى الآن؟ لا، مرحلة خطرة حتى الآن لا. إذا دخلنا بهيدي المرحلة أصبح قادر على أنه يطور حاله بشكل أكثر من الإنسان، بالتالي قد يعني يصل إلى معطيات لا يستطيع الإنسان نفسه الوصول لها. وهيدا بخلي الموضوع شوي عم يفوت بخيال علمي وبأمور مختلفة، ولكن بالرغم من هيك كله يمكن للإنسان استخدام التكنولوجيا والذكاء الصناعي بإيجاد أفكار جديدة واستخدامه للحصول على نمو اقتصادي وتطوير اقتصاديات بلاده، ولنا بكثير من الدول مثال على الموضوع. أستاذ أحمد، يعني مع الثورة الصناعية شهدنا فرز بين المجتمعات الزراعية والمجتمعات الصناعية وهيمنة نوعا ما. صحيح. هل التكنولوجيا ستفرز العالم كمان من جديد بين مجتمعات تكنولوجية ومجتمعات غير تكنولوجية، وما تأثيرها إذا بدك على الدخل، على توزيع الثروات بين المجتمعات وبين الدول؟ خلينا نجاوب بذات الطريقة. من عدة سنوات كانت أكثر الشركات قدرة أو خلينا نقول قيمة بالعالم، فاليو قيمة الشركات، أكثر الشركات قيمة أغلاها كانت جنرال موتورز. إذا بنرجع شوي لأيام سابقة كان عندنا اللي هو يعني والمارت، كان عندنا بعض الشركات اللي عندها مصانع، عندها معدات، تملك أصول. والمارت كان أكبر مكان تسويق بالعالم لأنه بيملك كثير من الفروع بواحدة من أكثر الدول، مخازن كبرى، انتشار دولي. اليوم شو اللي صار؟ مكان جنرال موتورز حلت أوبر مثلا، مكان والمارت أصبح عندنا أمازون. طيب أدي بحاجة إلى أموال واستثمارات وأصول حقيقية بعيدا عن التكنولوجيا؟ لا شيء. يعني اليوم أمازون بدأ برأس مال بسيط جدا وانتشاره بكلفه ما بين 500 ل 1000 دولار ثمن سيرفر، بينما لما نحن بدنا نفتح فرع معين لوولمارت بمكان نحتاج إلى آلاف الدولارات لبناء المكان والأرفف والديكورات والموظفين وغيره. بالتالي اليوم نعم هناك فرز، رح نشوف شركات هيمنت، شفنا شركات هيمنت وأصبحت هي الأكثر قيمة بالعالم، رح نشوف دول أيضا عم تهيمن على التكنولوجيا. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية كان في حرب مع شركة هواوي وإيقاف له، كان السبب رقائق إلكترونية موجودة بدون لا تستطيع أن تقوم الهواتف بالعمل أو المواد التكنولوجية. اليوم من يملك التكنولوجيا يملك العالم، ومن يملك المعلومات أيضا يملك العالم، وهودي بتصور رح يكونوا أساس الحروب بالمشاكل القادمة بالسنوات القادمة، وبنفس الوقت أساس تصنيف الدول. نحن بالنهاية شعوب مستهلكة، إذا لم نملك تكنولوجيا قادرة على منافسة الغرب لن نستطيع أبدا الدخول إلى عالم الاقتصاد بشكل حقيقي. بالفعل يعني الحرب التكنولوجية موضوع قائم اليوم، والمراحل القادمة يعني والأيام والسنين المقبلة خلينا نقول ستكون صعبة أيضا. صحيح. على العديد من الدول. موضوع كبير يتطلب البحث فيه أيضا والحديث عنه إن شاء الله في حلقات قادمة. شكرا لك الخبير الاقتصادي أحمد عقل. شكرا. ونتابع والآن يعهد إلى الركن الأدبي مع رواية اليوم ساحر أوز العجيب للأمريكي ليمان فرانك بوم، التي تعرض موضوعات إنسانية مثل الشجاعة والصداقة والبحث عن الذات في قصة متخيلة
استحوذت الرواية على اهتمام جمهور واسع لغنى مدلولاتها التي تعكس الواقع الاجتماعي والسياسي. المزيد مع فضيلة الفاروق في صفحات. ساحر أوز العجيب أو ساحر أوز الرائع، رواية كتبها ليمان فرانك بوم، صدرت العام 1900 واشتهرت بفضل فيلم مقتبس بعنوان ساحر أوز، صدر العام 1939 والذي أصبح من كلاسيكيات السينما. ساحر أوز عموماً قصة تستهدف جمهور الأطفال، لكن جاذبيتها تتجاوز الأعمار كلها تماماً كما تجاوزت العصور. فقد ابتكر المؤلف ليمان فرانك بوم قصة خيالية تتقاطع فيها موضوعات إنسانية مشتركة مثل الشجاعة والصداقة والبحث عن الذات. قد تأثر القصة الأطفال بشخصياتها الملونة ومغامراتها السحرية، ولكنها تحتوي أيضاً على عناصر يمكن أن يستمتع بها جمهور واسع من البالغين بالعثور على مستويات قراءة إضافية فيها مثل الرموز السياسية والاجتماعية التي كانت موجودة في سياق الفترة الزمنية التي كتب فيها الكتاب أواخر القرن 19. وهكذا، على الرغم من أن الكتاب كان يستهدف في البداية جمهوراً شاباً، إلا أنه اكتسب شهرة دائمة بسبب سرده الغني وموضوعاته الخالدة التي جذبت القراء من جميع الأعمار. فمن هو هذا الساحر أوز الذي سحر القراء على مدى أكثر من قرن من الزمان؟ في بداية القصة نتعرف على فتاة صغيرة تدعى دوروثي، تعيش في كانساس. حملها إعصار قوي ورمى بها في عالم أوز العجيب مع كلبها توتو، وسعياً منها للعودة إلى المنزل تنطلق في رحلة إلى مدينة الزمرد، موطن ساحر أوز القوي الذي يعتقد أنه قادر على تحقيق أمنياتها. خلال رحلتها تصادق دوروثي ثلاثة رفاق غير عاديين: الفزاعة التي تبحث عن الذكاء، والحطاب الحديدي الذي يبحث عن قلب، والأسد الجبان الذي يبحث عن الشجاعة. يواجهون معا تحديات الغرب الشريرة، بينما يكتشفون أن كل واحد منهم يمتلك بالفعل الصفات التي يبحثون عنها. عند وصولها إلى مدينة الزمرد تكتشف دوروثي القوة الحقيقية للساحر، والتي لا تكمن في السحر بل في إدراك قدراته الخاصة. يستخدم الساحر الأوهام لمنح رفاق دوروثي ما يبحثون عنه، مما يعزز الرسالة التي مفادها أن القوة الحقيقية تكمن داخل كل واحد منا. في النهاية تستخدم دوروثي الحذاء الفضي الذي حصلت عليه للعودة إلى المنزل، مدركة أن قلبها كان مفتاح رحلتها. تستيقظ في منزلها في كانساس مدركة أنه على الرغم من سحر عالم أوز، لا يوجد حقا مكان مثل المنزل. تحتفل القصة بأهمية الأسرة والصداقة والثقة بالنفس عبر رحلة وهمية إلى عالم سحري لا وجود له سوى في مخيلاتنا. نتابع صباح النور. مديري يكرهني، عبارة نسمعها حولنا مشاهدين في كافة ميادين العمل، ومهما كانت أسباب هذا الشعور لدى الموظف إلا أن هذه العلاقة والمشاعر ستنعكسان سلبا على بيئة العمل وأداء الموظفين وبالتالي على الإنتاجية، فكيف نتصرف في هذه الحال؟ يجيبنا دكتور شكري العياري، خبير التدريب الدولي في المهارات الحياتية والتدريب القيادي، مباشرة من تونس. صباح النور وأهلا بك. صباح النور، أهلا وسهلا، وصباح المحبة لكل متابعينا، وعيدك مبروك. ألف مبروك عيدكم. شكرا. طيب، مديري يكرهني، بيتجنب الحديث معي، يلومني على كافة المشاكل، يميز بيني وبين زميلي بالتعامل. بداية،
ما الذي يجعل الموظف يعتقد أن مديره ما بيحبه، إذا ما بدنا نقول بيكرهه؟ ما مدى أحقية هذا الشعور لهيك لحتى نفهمه قبل ما ننطلق يعني بهذا المفهوم؟ طيب، أول شيء سعيد زمنا نعرفه أنه الحب والكراهية هي مشاعر إنسانية ومشاعر بشرية، ونتقاذفها يوما بعد يوم في إطار علاقاتنا. ولكن في الحقيقة العلاقة الشغلية تفترض نوع من القيم لفالور، وليس نوع من المشاعر. القيم التي تبنى على الاحترام والثقة والتعاون والتواصل والتدريب هي قيم لفالور، ولكن المشاعر حب وكراهية وكذا، هذا يعني مدلولات لغوية. ربما الحقل الشغلي ليس حقلة، ولكن ماذا نفعل؟ كلما ذهب الإنسان ذهبت معه مشاعره، حتى القرارات التي نتخيل أنه نأخذها من مرجعية عقلية بالعكس تلقانا نأخذها من مرجعية عاطفية. لذلك العواطف هي تتبعنا حيثما نسير، لأنه هي البوصلة التي تنير الطريق. وفي الشغل الكراهية تتخذ أشكال عديدة، لعل أهمها تهميش دور الموظف أو التغافل عنه أو عدم الاستماع والإنصات إلى رأيه، عدم دعوته إلى الاجتماع، عدم استحقاقه أو إحقاقه للترقية التي يستحقها. وكل هذه السبل تتخذ سبل الكراهية بين ظفرين، التي هي مدلول عاطفي يمكن أن يبنى خارج إطار العمل. العمل ليس مهم أن تكرهني أو أن تحبني، العمل أن تحترمني تقدرني، وهناك ثقافة موسعة ومعايير معينة. طيب، معك بهذا الشيء اللي عم بتقوله، في بعض الناس ممكن يوصلوا إلى هذه الحالة، خليني أقول الذهنية والعاطفية المرتاحة، بيقول لك مثل ما ذكرت ما بهمني يكرهني أو يحبني، يتعامل معي بمهنية وباحترام، هذا أهم شيء. لكن في بعض الآخر بيقول لا، يعني الشعور يلي ببادلني إياه بيأثر على وظيفتي، على أدائي، خاصة وأنه إذا مديري ما بيتعامل معي بالشكل عينه يلي بيتعامل مع الموظفين الآخرين. لأول فئة ماشي حالهم، للفئة الثانية كيف منساعدهم؟ هو تقريبا يمر معظم الموظفين في مرحلة من مراحل حياتهم العملية بهذه المشاعر. يعني نحن منذ انطلاق الحياة الشغلية معنا، طبعا سيبتلى الإنسان في مرحلة من مراحل حياته بمدير له علاقة سمية، ربما بمدير غير متصالح مع ذاته، بمدير يحاول أن يميز، يعني ما هضمكش، يعني ما قبلكش أنت كموظف، ربما ما عجبتوش الأداء متاعك، الشكل متاعك، طريقة التعبير متاعك، ما تكتبه على السوشيال ميديا، غيره غيره غيره. إذن من هذا المنطلق يمكن أن يثير لديك مشاعر استفزازية معينة، من حيث هي عواطف يعني متدنية. وأغلب الدراسات ومسح كبير حول الدراسات هذا تقول أنه العمل مع مدير كاره لمنظوريه أو لموظف الموظفين سيعطي نوع من الغضب المكبوت، نوع من الحنق الداخلي، نوع يصل إلى حد الإحباط، وقد يصل به إلى الاكتئاب. لهذا نحن نقضي جزء كبير من حياتنا، هو ثلث حياتنا، في شغلنا، والعمل مع مدير بهذه المواصفات سيعطي شحنة سالبة وسلبية في نفسية الموظف والعامل الذي يتأثر سلبا بما يعطيه أو يفرزه المدير من طاقة متدنية، ربما تتجمع في التجاهل كما قلت، في الاحتقار، في التشكيك، في الـ في الـ في الـ في القوة وفي الطاقة وفي كل هذه المواصفات التي من شأنها، لأن الشعور بالأهمية هو جوع إنساني عظيم. وشعورك بالأهمية في صلب المؤسسة هذا من المطالب الإنسانية. وفي حتى جورج ماسلو في الهرم بتاعه يقول أنه معناها الأهمية والشعور بالأهمية هو يعني من الحاجات الإنسانية المؤكدة، لهذا لا يمكن التغاضي عنه مهما حاولنا أن نبني يعني عالم مشرق بالتوازي. طيب، هلأ مشان ما يزعلوا منا المدراء، نحن ما عم نعمم، يعني في بعض المدراء يعني مش دايما المدير هو الغلطان، مرات بيناتنا الموظف ما بينحب، يعني ما بينحب بيبقى يا دكتور، يعني بيبقى صحيح. عنده سلوكيات مثل ما قلت، يعني هيك بتلعب على الوتر الحساس عند المدير. هلا مما لا شك فيه انه المدير يجب ان يتمرن على القياده، وبالتالي كيفيه التعامل مع كافه انواع وشرائح الموظفين يلي
بحبهم ولا ما بينحبهم. متى برأيك يجب أن يعي المدير على أنه ما عاد عم بيمارس نوع من التوازن وانجرف وراء مثل ما ذكرت بسلوكيات معينة ممكن تكون عم يأذي فيها الموظف بدون ما يحس بسبب كما قلنا تجاهله أو الابتعاد عنه أو غيرها من الأسباب اللي ذكرناها؟ هو بالنسبة لأغلب الموظفين فإنه المدراء والرؤساء الشركات والمؤسسات هم سبب من أسباب التوتر أكثر منه سبب من أسباب الإلهام، هذا بالنسبة للمعظم. ولكن هذا لا يعني وجود مديرين تنفيذيين ورؤساء في غاية الروعة في مسألة التواضع والتفاهم والتعاطف وإعطاء الفرصة والتحفيز وتعزيز المهارات. الحقيقة موجود عنا مديرين من أروع ما يمكن وجد. ولكن المدير يعني من مواصفاته الجيدة لابد أن يتسم بالذكاء العاطفي والاجتماعي بحيث أن يتفهم طبعا طبيعة منظوريه. ليس هنا أتكلم عن الباب التقني أو الشغلي، ولكن بما أنه دخلنا في الكراهية والمحبة فإني سأتحدث عن الباب العاطفي، يعني له قدرة على استكشاف مشاعر الغير، ثم عنده قدرة على رصد العواطف يعني حينما يكون في اجتماع ويلاحظ يعني إيماءات الجسدية البادي لانجويج أو لغة الجسد، ويلاحظ أنه لا يعطي يعني بمقدار عادل لكل موظفي الكلمة. ربما أحدهم أخذ يتكلم يعني بصوت مرتفع يمكن أن يطلب محادثة شخصية ويقول له لقد لاحظت أنك تتكلم بصوت مرتفع أكثر من العادة، إن شاء الله تكون لباس. يعني قرب المدير من حالة منظوريه ليس التدريب التقني فقط ولكن التدريب الاجتماعي والعاطفي يجعل منه مدير يفترض دائما حسن النية وحسن الجوار وحسن الاختيار في منظوريه، وهذا جيد جدا، وهو يتسم بالذكاء العاطفي لأنه القدرة على فهم مشاعرك ثم مشاعر الآخرين مهم. لأنه المدير في التعامل معه لابد من شرطين مهمين، الصلاحية والاحترافية. أنت كموظف تعامل باحترافية عالية، قدم أحسن ما لديك، ولكن عليك أن تحترم صلاحية المدير من حيث له صلاحيات أعلى منك. لهذا لا تناقشه ولا تصيح يعني بين زملائك لماذا يأخذ هذا القرار وما هو الفائدة وأجل الشركة وهذا وهذا، هذا يدخلنا في ملابسات. على كل حال دكتور، يعني تحدثت عن صلاحية ويقابلها أيضا موقع القوة، يعني موقع القوة بين المدير والموظف هذا أيضا بالديناميكية يلعب دور. هون عندي سؤال، البعض كتير خاصة بسيكولوجية أو ديناميكية العلاقة بين المدير والموظف بيربطوها كتير بديناميكية العائلة، يعني علاقة الشخص بوالده أو بوالدته، وبالتالي مرات قد تنشأ نقمة بهذه العلاقة متأتية من التاريخ النفسي للشخص وعلاقته بالسلطة وبوالده وبالانضباط وباتخاذ القرارات وبالانصياع أيضا إلى بعض القرارات. إلى أي مدى ترى بهذه العلاقة أيضا ممكن أن تكون صورة غير واعية عن ما يدور بداخلنا عن علاقتنا بأهلنا؟ فعلا العلاقة بالأهل هي علاقة يعني رئيسية، وهي رقم شديد الأهمية في المعادلة الاجتماعية وحتى الشغلية والعاطفية، لأنه نحن نتبرمج ونتكيف عصبيا في مراحل طفولتنا الأولى والثانية والثالث. وكما يقول جون بياجي، أعطيني طفل متوازن لحد طفولة الثالثة أعطيك شيخ متوازن لحد 70 سنة. لهذا السمات القاعدية الشخصية تبنى منذ فجر الطفولة الأولى والثانية والثالثة إلى حدود ما قبل المراهقة والبلوغ. لهذا ممكن الأب المتسلط أو ربما للرلاسيون توكسيك أو العلاقة السمية مع الوالدة التي تصل إلى مرحلة التماهي أو مع الأب أو مع أحد الأقارب بالشديدية القرب، ربما هذا سيؤثر سلبا على البرمجة، برمجة الطفل وفيما بعد الشاب والكهل الذي سيتولى مسؤوليات عديدة. ونرى اليوم في مناصب عديدة ربما حتى وزراء في الدولة وكذا، ولكنهم في علاقاتهم وفي الكوميونيكاسيون وفي التواصل متاعهم ما زالوا يفتقرون إلى أبجديات التواصل الفعال والذكاء الاجتماعي من حيث هي قدرة ومهارة. نعم. وبالتالي هم يمارسون إسقاطات تمت عليهم في الطفولة. في الطفولة. نعم دكتور شكري، مراحلهم الأولى. نعم دكتور شكري، طرحنا السؤال على متابعينا عبر واتساب ومواقع التواصل تحت عنوان مديري لا يحبني ماذا أفعل،
لنقرأ بعض الأجوبة هيك لحتى تعرف كمان الناس كيف بتفكر بهذا الموضوع. سنقرأ بعض الأجوبة حول هذا الموضوع. ما في مدير بيكره أي موظف إذا كان نشيط. المشكلة إذا المدير بنظر للموضوع بهاي الطريقة، لأنه العلاقة لازم يكون أساسها مصلحة. وكمان روضة تقول شو جابني من محبته بلاها هالمحبة، المهم الشغل يمشي. أما محمد فيقول إذا كنت بحاجة إلى العمل يعني لا سبيل لي إلا ذاك العمل، أصبر عليه حتى أجد عمل آخر، أما إذا تركته سأجد غيره، يكون طبعا يعني هذا يعني مثل ما بيقولوا شيء مضمون أتركه. أيضا العمل الحر صدقة عن النفس من اضطهاد أعباء الوظيفة. شو رأيك بأجوبة الناس؟ هي أجوبة عادية تمثل اعتمالات الداخلية للنفس الإنسانية. هناك من يرضى ويقول أنا مدام يعني يشتغل في هذا الشغل فعلي أن أرضخ كما قال السيد منذ حين، وهناك النوج الآخر الذي يعد حقائبه ويعد السي في نتاعه لأنه لم يعد يحتمل ولا داعي للكراهية يعني في العمل، لأنه الأصل في التعامل هو دائما أن أراجع نفسي يعني في ماذا قصرت أنا في عملي، هل قدمت يعني التقديم، لماذا مديري ينظر إلي نظرات استياء دائما. ما إذن أول سؤال قبل أن أطرحه على غيري أطرحه على نفسي، أنا في ماذا قصرت؟ هل أقدم يعني أقصى قدراتي وأبدع مهاراتي وأفضل احتمالاتي، أم أنني ما زلت في منطقة التثاقل والتساكل والتكاسل أو ربما آتي متأخر أو غيره. اثنين، لابد أن أحاول أن أجد من هو الثقة يعني من الزملاء والأصدقاء والذي يكمي السر حقيقة وأطرح أمامه الموضوع حتى تكون لدي وجهة نظر محايدة حتى أفهم منه. ثلاثة، أفترض دائما حسن النية. أربعة، إذا اقتضى الأمر يعني أطلب لقاء مباشر مع مديري وأحاول هنا أن أعبر عن مشاعري ولا أعبر عن شخصي، يعني أحسست أنه في الاجتماع الفلاني يعني لم أكن راضي عني بالقدر الفلاني. هذا مهم جدا حقيقة في التصارح. وخامسا، شكرا لك دكتور شكري العياري خبير التدريب الدولي في المهارات الحياتية وتدريب القيادة، كنت معنا من تونس، يومك موفق. يومك موفق. فاصل أخير مشاهدينا، نعود مع مطبخ صباح النور وختام حلقة اليوم، ابقوا معنا. نجدد الترحيب بكم مشاهدينا في فقرتنا الأخيرة من صباح النور. وفقرتنا الأخيرة مع شيف طارق في المطبخ، وننتقل إلى شيف والأكل البحري. وين صار؟ ولا هلا السلطة؟ روعة، دلوقتي هنخش على السلطة. على السلطة، يلا جايين لعندك. يلا بينا. يلا نكمل بقى الفقرة. عايز بس قبل ما نبدأ في السلطة، عايز أوريكم شكل كده حلو، شايفين؟ الأكياس بعد طلعت من الفرن، بس فتحتها كده عشان تطلع التقديم. شايفين الاستاكوزا مستوية، المحار، الكابوريا، كل حاجة روعة. طبعا قدمتها مع رز أبيض. رز الأبيض سهل جدا، رز الأبيض مجرد بس بنحط شوية زبدة وزيت. شوف الشكل عامل ازاي. سيبكم الرز الأبيض، خليني أشرح الرز الأبيض. بنحط معلقة زيت ومعلقة زبدة لنص كيلو رز، نشوحهم مع بعض حلو، نروح صابين عليهم المية ورشة ملح، ونسيبهم يستوي حوالي 20 دقيقة. فسهل جدا الرز الأبيض. خلينا نحمر هنا شوية الجمبري. هنا انا تبلت جمبري متقشر ومتنضف حلو عشان نعمل بيه سلطه السيزر. اهو شايفين لون التتبيله جميل، حجمه وسط روعه. نبدا بقى نشوحه في زيت زيتون، واقول لكم التتبيله عباره عن بسيطه جدا، شويه ملح، شويه فلفل اسود، تمام. وبعد كده حطينا شويه من بهارات السمك، وكده يكون التتبيله جاهزه. وممكن برده لو حد حابب يحط ثوم يبقى حلو قوي. لو عندكم جريل مفيش مشكله، لو طاسه زي دي برده كله. اهم حاجه تبقى النار عاليه عشان مش عايزه ينزل ميه. طيب بنرجع للصوص. عندي هنا صوص السيزر، عندي هنا شويه مايونيز، مع مستردة أو ديجون ماسترد. بعدها نحط رشة ملح، بس يكون الملح بسيط جدا. ليه الملح بسيط؟ لأن عندنا جبنة بارميزان. شوية ليمون مع رشة فلفل أسود، وعندي هنا
اوريجانو اختياري. الوصفه نزلت على الشاشه، سجلوها عشان سلطه سهله وما تاخدش وقت. طيب حطيت كل المكونات مع بعض، نبدا نقلبها كويس. شايفين جبنه البارميزان لو مش موجوده في السلطه ما تعملوهاش، لازم ولابد منها في السيزر. طيب عندي هنا الجمبري، نشوفه اهو. شايفين شايفين التحمير واللون عامل ازاي؟ هو ده الشكل المطلوب. روبيان على الجريل ما بياخدش حاجه، 3 دقائق 4 دقائق ماكسيمم. شايفين شكلها عامل ازاي؟ تاكل زي ما هي. يلا كمل بقى تشويح الروبيان. نرجع يلا نسيبهم زي ما اتفقنا، لكل وش بياخد دقيقة ونص أو دقيقة، سريع ما بياخدش حاجة معانا. عندي الخس نظفته حلو، حطيته في مية ساعة عشان يفتح معانا ويكون لونه حلو كده ويفضل كرانشي. طبعا ده خس اللي هو الروماني، شايفين شكله عامل ازاي؟ ده بيكون أقل نسبة مية ويناسب السلطة. حطه هنا. خلينا نقلب، ناخد معلقه ونقلب بيها. لو حابين شويه تشيلي توميتو نحطهم. نبدا نقلب الصوص مع الخس ولا اروع. نجيبهم هنا، نبدا بقى نظبط الطبق الحلو ده. طبعا عينينا برضو على الجمبري، يفضل وهو بيتشوح بعد ما يخلص نسيبه بس يبرد 3 4 دقائق عشان ما يدبنش الخس بتاعنا، ونغرف السلطه. يا اهلا وسهلا. يعطيك العافيه شيف. الله يعافيك. شو هالريحه الزكيه؟ قلب الدنيا السي فود النهارده. قلب الدنيا. بس انا من عشاق السمك. صح. حطت لنا هون فرايز. الريحة وال ايوه. حطت هون بطاطا لازم بقلية. وعصير. نعرف البطاطا دايما هيك بتغمز. اهو ما فينا مندوق. صوص كمان. مش الحال. طيب. بصوا بقى. شو عنا هلا؟ دلوقتي السلطة. متعودين دايما السيزر بيكون بالفراخ صح؟ صح. انا النهارده حبيت اعملها بنفس خلطة الخس، اعملها بالروبيس. ايوه. شريم. شايفي جبنة هون بدها تنبرش هلا؟ ايوه كتر كتر كتر. حاضر. لا والله جبنة برمزان جميلة يعني يعتبر طبيعية 100%. كيف بنحرص انه الروبيان ما كثير ينشف؟ مشكلة الروبيان انه لما تقليه بينشف. صحيح. كنت عم تقول نحن وجايين. أول حاجة لازم يكون فريش. ايه؟ عشان نعرف نستخدمه كويس ويدي طعم معانا جميل. ثاني حاجة النار على الجريل ما بياخدش أكتر من 3 دقايق ونص. اوكي. على طول. على كل ميلة على كل نار، ولازم تبقى على كل وش ولازم تبقى النار عالية جدا. نار عالية. ايوه ما نسمحش ان هو ينزل مية. مية، اوكي. طيب، نجيب بقى برشة جبنة. نجيبها بس طبق. شفت هودي الكيسين ميلاد؟ أيوة. هول الكيسين قصة. اخترت أو بعد؟ نعم؟ اخترت، عم بقول له إذا هو اختار أي كيس. ليش عمالين يقولوا لي؟ اختي هون على البيت. كان في خناقة من شوية. والله الجاليري على الاستاكوزا، نحطها هنا في الصوص الابيض ولا في الصوص ايوه الاحمر؟ كله حيتاكل. جبنه صحيح. جبنه على السلطه. السلطه المناسبه المناسبه لهيك نوع من الاكل، الاكل البحري. حلو ولا نكت؟ لا خلص خلص خليها. خلص. كده نكون خلصنا طبق السلطه. خلينا نذكر لك المشاهدين شو عملنا اليوم بشكل حلو. سريع. طيب بدات بالتتبيلة السي فود. سلقته اول حاجه لمده يا دوبك دقيقتين ثلاثه عشان يمسك معانا، وبعد كده حطيته في الكيس مع شويه ذره وشويه بطاطس والتتبيله اللي بالبهارات والزبده. فيلم الزبده اللي انا حطيته بس لازم تحطوه. وبعد كده عملت صوص الكريمه مع المحار بالشبت او البقدونس زي ما قلت لهم، والبهارات وحليب جوز الهند
لازم منه ضروري ضروري بهيدي الوصفه ضروري حليب جوز الهند لازم عشان تدينا نكهه حلوه جدا والسلطه اكيد وسلطه السيزر بالروبيا يعطيك العافية شيف شكرا جزيلا على الأطباق المميزة لليوم مع عودة صباح النور شكرا لك ورح ندوقها بعد قليل طبعا لازم هذا أمر ضروري شكرا لكم أيضا مشاهدينا وصلنا لختام حلقة اليوم ماذا في حلقة صباح النور غدا الاثنين الخامس عشر أبريل غدا نتابع جفاف العين الأسباب وطرق العلاج صحيح وفي الحلقة أيضا ماذا يحصل للجسم في حال التوقف عن تناول السكر ونصائح لتنظيم نوم الأطفال بعد فترة الأعياد نلقاكم غدا في حلقة جديدة شكرا للمتابعة وإلى اللقاء إلى اللقاء